من لاعبي الفريق القومي، والظاهرة الإيجابية أيضا واضحة جدا في الفريقين اللي هي الظاهرة الإيجابية الثانية اللي بنقول عليها هذا كثير من الأهداف وطرق لعب هجومية. في الأندية على اختلاف أنواعها بدفع عدد كبير من الناشئين في صفوفها، ودي ظاهرة طيبة جدا نتمنى أن تستمر، ولا يخشى المدربين والمديرين أنهم يدفعوا بدم جديد يعيد الحيوية إلى فرقنا، ونبتدي نكتشف نجوم جدد يستطيعوا أن يمثلوا المنتخبات منتخب مصر على أحسن تمثيل. يحكم المباراة علي حسين وبيساعده عبد السلام الدكروري وإبراهيم ربيع. استاد نادي مدينة الإسماعيلية مهيأ وفي أحلى صورة، والملعب من نظرة كده سريعة نقدر نقول إن هو ما فيهوش أي حفر، ما فيهوش أي مطبات، في عناية بيه، وطبعا ما فيش شك إن ده برضو من أساسيات أداء الطيب إن الملعب بيبقى في صورة طيبة، بيساعد قوي اللاعبين إن هم يبرزوا مهاراتهم ويستطيعوا إن هم يؤدوا دون أي إعاقة. زي ما احنا شايفين هيبقى على يدنا لبين فريق نادي الزمالك بزيه الابيض، وفريق نادي الاسماعيلي بزيه الاصفر. الفرقتين بيلعبوا 4-3-3، وطبعا في ظاهرها على طول كده هذه الطريقه هجوميه، و زي ما قلت الفرقتين بيحاولوا ان هم يحرزوا النصر في هذه المباراه، وطبعا النصر غالي بيزيد على رصيد كل فريق 3 نقاط. حكم الدولي علي حسين بيظبط ساعاته مع مساعديه رغم ان هو المقاطي الوحيد، ولكن برضه بيظبطه معاه وبيشاور لهم اهو عشان يستعدوا. وهنبتدي المباراه، وابتدت المباراه عند نادي الزمالك جمال عبد الحميد، رضا عبد العال الهاف اليمين لنادي الزمالك، وداخل معاه اسماعيل توتو وضاغط نادي الاسماعيلي بيلعبوا ضغط طبعا تعليمات مدربين. طارق لهشام ابراهيم اللي بيلعب في نص الملعب ناحيه الشمال، رضا عبد العال ويقطعها عماد سليمان، بتقطع منه وتروح لاحمد رمزي الباك الشمال نادي الزمالك. احمد رمزي اشرف قاسم بيلعب جنبه النهارده، هشام ياكن كان بقاله فتره طويله منذ مباراه دوره الاردن كان متعور، واحمد رمزي وبيلعب كره لكن بيقطع على طول شحته بدسوق الباك اليمين لنادي الاسماعيلي، ويرجع ورا لمحمود حسن الليبرو. طبعا فرقتين كبار وبيلعبوا او طريقه اللعب متشابهه شويه ان هم بيعتمدوا على المهارات الفرديه اللاعبين، بيبقى دي سمه غالبه قوي في ادائهم، عشان كده هتبقى مباراه طيبه او نتمنى ان احنا نشوف مباراه قويه. تعدي من تحت رجل الشيخ الدسوقي تبقى رامي التماس لنادي الزمالك. احمد رمزي الباك الشمال لنادي الزمالك، ومع احمد العجوز اللي واقف قدامه ده على طول نمره 10 اللي بيلعب وينج يمين لنادي الاسماعيلي. احمد رمزي عند جمال عبد الحميد لكن بيطلع ابو طالب العسوي، طارق الصاوي الدينامو نادي الاسماعيلي، و صانع العابه ومديها علي حسين لمسه يد على طارق الصاوي. هشام ابراهيم بيسيبها لاشرف قاسم على طول بيخطفها طارق يحيى وبيلعب ناحيه اليمين لحماده عبد اللطيف، بيلعب ناحيه الوينج اليمين ودخل لجوه حماده، ودخل لجوه حماده لسه كوره مع حماده ومعاه اثنين وبيعدي تتخطف منه وتروح لاشرف قاسم. اسماعيل يوسف وعماد سليمان هشام ياكن ولجول ايمن طه. اول دقيقه من المباراه وما زالت النتيجه تعادل بدون اهداف في لقاء الاسماعيلي والزمالك في الاسبوع الرابع من الدوري العام. اسماعيل يوسف وزحلقه تتاخد منه سيد الحداد وتروح لطارق الصاوي، طارق الصاوي وزربكه وياخدها رضا عبد العال وعلي حسين يديها فاول على نادي الزمالك. طارق الصاوي كل كرة لازم تعدي من طريقه، فوزي جمال الباك الشمال رقم 3 لمحمود حسن، ابو طالب العسوي الستوبر، سيد الحداد تاني ابو طالب العسوي طالع لقدام اهو بيلعبها تاني لسيد الحداد رقم 6 اللي بيلعب في نص الملعب ناحيه اليمين، وماشي سيد ولسه كوره معاه وتخطفها رضا. جمال عبد الحميد بتخطف من جمال تاني وتروح لاحمد العجوز الوينج اليمين، احمد سيد الحداد الهاف اليمين، طارق الصاوي بيلعب كوره حلوه لشحت الدسوقي اللي جاي من ورا وبيعمل كوره بالعرض، واشرف قاسم ببطن رجله للضمان بيطلع، رضا عبد العالي وقف على وش رجله لكن تروح لطارق الصاوي، فوزي جمال الباك الشمال
فوزي جمال وشوطه جامده بره بره، شوطه حلوه والباصه بتاع طارق الصاوي شحطه بفوق كانت باصه حلوه من ورا احمد رمزي. مباراه قويه وبدايه تخينه زي ما بنقول، وضربه مرمى لنادي زمالك. اشرف قاسم بيحاول يهدي اللعب علشان طبعا الفتره اللي فاتت الدقيقتين اللي فاتت كان نادي الاسماعيلي هو اللي هاجم. هشام ياكن، اشرف قاسم، اشرف، هشام ياكن تاني، السوبر نادي الزمالك، وبرجله الشمال عند حماد عبد اللطيف ومحمود حسن. محمود بيطلع على طول لابو طالب العسوي وتوصل لاحمد قناوي رقم خمسه الهاف الشمال، لكن توصل لطوح لاشرف قاسم. اشرف، هشام ابراهيم ولم ومع احمد العجوز يعدي هشام. هشام ابراهيم بيلعب كره طويله عايز يلعبها لطارق يحيى، لكن في رايه وصفاره، طارق يحيى اوف سايد، رايه وصفاره، طارق يحيى اوف سايد. محمود حسن ليبرو نادي الاسماعيلي، سيد الحداد نص الملعب ناحيه اليمين، احمد قناوي وماشي، احمد قناوي بيلعب ناحيه الشمال احمد، ولسه كره مع احمد قناوي وبيلم احمد وداخل لجوه مع هشام ابراهيم، ودخل جوه وطلع لبره احمد رمزي ويقطع احمد، وعلى الارض على طول لرضا عبد العال. رضا ومع السيد الحداد، لسه كره مع رضا، لسه كره مع رضا، وفي شده وفاول على نادي الاسماعيلي. الاربع دقائق اللي فاتوا اللعب اكتر في نص ملعب الزمالك، وطبعا زي ما قلت تملي حضراتكم عارفين دلوقتي طبعا ال 10 دقائق او الربع ساعه الاولانيه تملي جس نبض، وبقت دلوقتي 10 دقائق طبعا في مباراه الدوري العام، علشان دي الفرق عارفه بعضيها. ممكن نقول ربع ساعه في الفرق الاجنبيه ما بقاش عارفين اللعيبه، لكن هنا 10 دقائق او اقل جس نبض يا دوبك اعرف طرق اللعب ازاي وبيتحركوا ازاي، وبعد كده على طول بقى كل فرقه تلعب لعبها زي ما بنقول. فوزي جمال وحماده عبد اللطيف، وتطلع الكوره بره اوت من الزمالك، رمي التماس لنادي الاسماعيلي. فوزي جمال الباك الشمال لنادي الاسماعيلي، احمد هنا، احمد سليمان الوينج الشمال، احمد سليمان بالعرض، محمود حسن اللي جاي من ورا وبيلعب كره طويله، وانت سيد الحداد مع احمد قناوي، طارق يحيى راجع، طارق راجع وماشي طارق، وعلى الارض بيلعبها لهشام ابراهيم اللي بيلعب في نص الملعب، لكن داخل مع شحته الدسوقي، يخش هشام تاني، ابراهيم ياخد الكره لاسماعيل يوسف ويلعبها في الحته الفاضيه، تيجي في طارق يحيى ويلعبها سيد الحداد لاحمد العجوز، واحمد رمزي وسيد العجوز ومديها ابراهيم رماح، رمي التماس لنادي الاسماعيلي. خمس دقائق الشوط الاول ما زالت النتيجه تعادل بدون اهداف. سيد الحداد نص الملعب ناحيه اليمين نادي الاسماعيلي، محمود حسن ابو طالب العيسوي الاستوبر، سيد الحداد وان تو تاني لابو طالب العيسوي، ماشي ابو طالب بيلعبها قصيره تتقطع وتترد ورا فوزي جمال وراح جمال عبد الحميد. محمود حسن الليبرو اخر لاعب في دفاع نادي الاسماعيلي، محمود حسن لاعب دولي وعنده خبره وتطول منه، لكن داخل مع هشام ابراهيم وياخدها تاني، واسماعيل تودو راس الحربة نادي الاسماعيلي، اسماعيل تودو رقم تسعه لسه كوره مع اسماعيل وبيلعبها قصيره، اسماعيل يوسف يقرا اللعبه ويقطعها وعلى طول لطارق يحيى، طارق ويا شحته الدسوقي عايز ياخده على الثابت اهو، وبيلعب كره طويله عند حماده عبد اللطيف وفوزي جمال، ويخش فوزي يلعبها عماد سليمان، وخالد جلال برده كان بقى له فتره طويله، خالد جلال الباك اليمين نادي الزمالك متعور ما بيلعبش، عماد سليمان، محمود حسن ابتدى اللعب يبقى اكتر قدام في نص الملعب، على الارض الاسماعيل توتو ومعاه شويه من ابراهيم اللي بيلعب في نص الملعب ستوبر يعني مدافع مع اسماعيل يوسف، ودي برده خطه فيها شكل دفاعي شويه، لعب كره طويله عند عماد سليمان من ورا خالد جلال، عماد سليمان وبيلم عماد سليمان، والكره بالعرض لطارق الصاوي لكن في السكه يقطعها احمد قناوي ورفع رجله، ولعبه خطره على نادي الاسماعيلي. علي حسين جنب الكوره على طول ومدي على طول الديسيجن بتاعه القرار بتاعه ان اللعبه خطره، ضربه حره غير مباشره. طبعا اللياقه مهمه جدا للحكام، كل ما يبقى قريب من الكوره كل ما يبقى القرار بتاعه صحيح، وطبعا دي كانت واضحه قوي في الكوره اللي فاتت تحت الكابتن علي حسين. طارق يحيى وعلى طول لمسه واحده لحماد عبد اللطيف، لكن بيقطع فوزي جمال جاي معاه منين؟ من ناحيه الباك الشمال، وبيلعب طارق الصاوي كوره طويله لعماد سليمان اللي كان داخل لجوه تطول ويلحقها ايمن طاهر ويخش بيها ال 18، ويلعبها لاشرف قاسم، خالد جلال باك اليمين لنادي الزمالك، خالد اشرف قاسم
على الارض على طول اسماعيل يوسف بيلمها وحشه تتقطع منه وتطول وسن جزمه فوزي جمال يلعبها لطارق الصاوي طارق وعلى الارض على طول احمد العجوز اللي داخل لجوه وعايز يشوط شوطه جامده بره شوطه جامده بره لكن طبعا كل ما يبقى فيه شوط كل ما يبقى فيه خطوره ضربه مرمى لنادي الزمالك بيلعب دلوقتي فريق نادي الاسماعيلي ب 4 3 3 احمد العجوز واسماعيل توتو وعماد سليمان وبيكملوا في ظهرهم على طول طارق الصاوي ومعاه احمد قناوي وسيد الحداد نادي الزمالك بيلعب من نص الملعب اثنين ديفندر يعني مدافعين اللي هو اسماعيل يوسف وهشام ابراهيم وبيلعب رضا عبد العالي المتقدم مع حماده وجمال وطارق نادي اسماعيل بيهاجم بثلاثه من نص الملعب ونادي الزمالك بيهاجم بواحد ومخلي اثنين ديفندر طبعا في بدايه المباراه وطبعا دي خطط المدربين وطبعا بتعليمات وليها مدد وبتتغير طبعا طبقا للظروف وتعليمات المدربين من الخارج اتلعبت الكره على طول لطارق الصاوي مع رضا عبد العال بيسن الجزمه تروح لعماد سليمان على طول سيد الحداد وسيد الحداد بيلعبها طويله لاسماعيل توتو وجاي من ورا طارق الصاوي ويلعب الكره احمد العجوز واحمد رمزي احمد العجوز واحمد رمزي وفاول على احمد رمزي فاول على احمد رمزي وهيلعب الفاول طارق الصاوي صانع العاب فريق نادي الاسماعيلي زي ما بيقول لازم يمضي على كل كوره يحط توقيعه على كل كوره من نادي الاسماعيلي وهنشوف دلوقتي نلاقي كل لاعب من فريق نادي الاسماعيلي بيسلم له الكوره طارق الصاوي واحسن من كورنر زي ما بنقول وبيلعب الكوره عاليه طويله خالد جلال بيرد على طول بالهيد ابو طالب العتوي الاستوبر طارق الصاوي احمد العجوز وينج رايت رقم 10 اللي مع الكوره ومع احمد رمزي وداخل 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 وشاط سن جزمه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد لعبت حلوه قوي قوي الكوره دي خطفها وكره تحت رجله صعوبتها انها كانت الكوره تحت رجله وخطفها بوش رجله عايز يلعبها في الزاويه البعيده على يمين ايمن طاهر لكن يا دوبك يارده ياردتين تطلع الكوره ضربه مرمى لنادي الزمالك فكرتها حلوه قوي قوي وصعوبتها او خطورتها زي ما بنقول اللي هو لعبها وهي تحته فكان فيها نوع من المفاجاه. فوزي جمال ورضا وتروح لخالد جلال على طول اسماعيل يوسف على الارض الرضا عبد العال وتعدي من تحت رجله وتطلع الكوره بره رمي التماس للاسماعيلي فوزي عماد سليمان يراجع ورا ثاني على محمود حسن الليبرو عماد سليمان وتطول منه وتروح على طول لخالد جلال رضا عبد العال وبيلعبها في وسط ثلاثه لكن بتقطع وتروح لعماد سليمان وطارق الصاوي طارق الصاوي ولسه كوره مع طارق وبالعرض ثاني لسيد الحداد اللي لعبها لاسماعيل توتو ووقف على وش رجله ورجع ورا لسيد حداد وبتاني لطارق الصاوي ومعاه رضا عبد العال ويخش فوزي جمال من ورا ويخش فوزي جمال من ورا وتروح ثاني لطارق الصاوي وماشي بيها طارق وكعب رجل على طول لاحمد قناوي وشوطه جامده قدام الجون بره قدام الجون بره كرة جامدة شايطها أحمد قناوي رقم خمسة الهاف الشمال لنادي الإسماعيلي وتعدي من قدام أيمن طاهر وتطلع بره أو ضربة مرمى لنادي الزمالك. 11 دقيقة تقريبا من الشوط الأول وما زالت النتيجة التعادل بدون أهداف في لقاء الإسماعيلي والزمالك في نهاية الأسبوع الرابع من الدوري العام. أيمن طاهر حارس مرمى نادي الزمالك طويلة شحتة الدسوقي وهشام وشحتة بيلعبها وتطلع الكرة بره أوت رمي التماس لنادي الزمالك. لازم هو مشاور له كابتن علي حسين عشان تلعب من مطرح ما خرجت. تعديلات القانون وكلنا بقينا عارفينها دلوقتي. احمد رمزي بينادي على زمايله اهو ويلعب كرة طويله عند هشام مع سيد حداد. جمال عبد الحميد جمال عبد الحميد بسن الجزمه لاشرف قاسم. لجمال عبد الحميد على الارض على طول اسماعيل يوسف راجع لورا جمال عشان يبتدي الهجمه من ورا. خالد جلال على الجنب على طول بيلعبها لحماده عبد اللطيف اللي بيلعب ناحيه الوينج اليمين. رضا عبد العال وماشي رضا وماشي رضا وماشي رضا ولسه كوره مع رضا ويخش معاه احمد قناوي ويديها علي حسين فاول للزمالك. لعبت الكوره على طول لهشام ابراهيم اللي بيرقص وعلى الجنب بيلعبها لطارق يحيى ومع احمد العجوز راجع لورا بيلعبها في الحته الفاضيه لاحمد رمزي ومعاه شحته الدسوقي ومع شحته الدسوقي وتطلع الكوره فاول بيديها فاول على احمد رمزي. يكتفوا من ورا واتلعبت الكوره محمد عاشور على طول لمحمود حسن وماتش برضه فيه حركه وفيه تحركات واعيه وفيه باصات
وفي لغايه دلوقتي النادي الاسماعيلي راح لجول الزمالك اكتر من نادي الزمالك ما راح لنادي الاسماعيلي. اسماعيل توتو ياخدها ابو طالب العسوي لعبها على الجنب لكن خالد جلال بيقطع الباك اليمين لنادي الزمالك خالد ولعبها لحماد عبد اللطيف اللي رايح ناحيه الوينج اليمين زي ما احنا شايفين وكره طويله عند جمال عبد الحميد وجمال بيصلحها لخالد جلال اللي طالع لقدام وبيخبزها بوش رجله لكن محمد عاشور بيه لعبها جمال عبد الحميد حلوه مقشرها زي ما بنقول لخالد جلال لكن خالد جلال جاي من ورا وشايطها شوطه ضعيفه نسبيا ويطير عليها يمسكها محمد عاشور. محمود حسن وماشي محمود وماشي محمود وبيلعب كوره بتعدي تاني هي الكوره لسه كانت بتترد وتروح الكوره تاني لمحمود حسن اشرف قاسم هشام ابراهيم وماشي هشام وماشي هشام وبيلعب كوره على الارض لجمال عبد الحميد من ورا محمود حسن وماشي جمال وماشي جمال وطلع عاشور لعبها جوه الجون جوه الجون طلع يحيى جوه الجون جوه الجون جوه الجون الجون الاول للزمالك طارق يحيى طارق يحيى اتلعبت حلوه من هشام ابراهيم لحماد عبد اللطيف وحماد عبد اللطيف لعبها لجمال عبد الحميد من ورا محمود حسن يشوطها جمال عبد الحميد وتخش في اتجاه جون ضعيفه يجي من ورا زي ما احنا شايفين اهو طارق يحيى وكملها جوه الجون عشان يجيب الجول الاول للزمالك في الدقيقه 13 من الشوط الاول جمال طارق يحيى طارق يحيى الدقيقه 13 حماد عبد اللطيف لعبها حلوه لجمال عبد الحميد من ورا محمود حسن وجمال غمزه بسن الجزمه لحظه خروج محمد عاشور لكن كانت رايحه ضعيفه بيعمل عليها فولو طارق يحيى ويكملها ويزقها جوه الجون عشان يجيب الجون الاول لنادي الزمالك. لعبت الكره طويله عند اسماعيل توتو واشرف قاسم بيلم وترجع تاني على طول لاحمد قناوي اللي بيلعبها طويله سيبها خالد جلال لايمن طه. يمكن الكره اللي فاتت كانت اول هجمه منظمه لنادي الزمالك من بدايه المباراه كان الاسماعيلي هو اللي ماسك الكره اكتر واول هجمه للزمالك منظمه جاب فيها طارق يحيى هدف الزمالك. اسماعيل يوسف ماشي اسماعيل وبيلعبها لهشام ابراهيم ويخش على طول ابو طالب العصر بسن جزمه لاسماعيل توتو ورا لاسماعيل يوسف بيرجع ورا لاشرف قاسم اللي بيرجع لجونه ايمن طاهر. ايمن طاهر اشرف قاسم ليبرو نادي الزمالك حماد عبد اللطيف ساب مكانه من الوينج يمين وداخل لجوه اهو زي ما احنا شايفين. اسماعيل يوسف اسماعيل وماشي من احمد قناوي وشده من احمد قناوي فاول على نادي الاسماعيلي. كابتن علي حسين مع الكوره برده ومدي على طول فاول على نادي الاسماعيلي. الكوره اللي فاتت برده كان مديها فاول على الزمالك كان جنب الكوره ودي برده مديها على الاسماعيلي كان جنب الكوره. خالد جلال الباك اليمين وبيلعب كوره على الارض لاحمد رمزي اللي رايح فين ناحيه الوينج اليمين اهو وبيلعب رجله اليمين كوره بالعرض يطلعها ابو طالب العيسوي كانت عدت من محمد عاشور ورايحه جمال عبد الحميد لكن يطلعها ابو طالب العيسوي بره. مين اللي عامل الكوره دي؟ كان احمد رمزي الباك الشمال كان رايح ناحيه الوينج اليمين. ده طبعا بيبين ان دلوقتي مفيش تقايد بمراكز لكن العبره ان يبقى في اي وقت من المباراه ال 11 مركز فيها 11 لعيب. ده اتحرك مطرح ده وده غير مطرح ده مش مهم ويمكن ده تكتيك لكن الصح ان يبقى ال 11 مركز في 11 لاعب. اسماعيل يوسف هيلعب الاوت ويلعبها قصير خالد جلال اللي جاي من ورا وبيلم مع احمد قناوي ومع احمد قناوي رقم 5 الهاف الشمال النادي الاسماعيلي. ماشي احمد ماشي احمد ولسه كوره مع احمد وخالد جلال من ورا زائق وفاول على نادي الزمالك. على طول لمحمود حسن ومحمود حسن بيلعب واحده طويله عند ايمن طاهر يسيبها ايمن طاهر عشان تطلع الكوره بره او ضربه مرمى لنادي الزمالك. كان احمد رمزي طالع في الكوره دي قدام ورجع مكانه هشام ابراهيم لعب مكانه باكلف لسه ما طلعتش بيعيدها الحكم تاني وشايف انا احمد رمزي دلوقتي غير مع هشام ابراهيم بيلعب دلوقتي هو في نص الملعب ناحيه الشمال وهشام بيلعب باكلف. اسماعيل يوسف نص الملعب في نادي الزمالك اسماعيل يوسف لسه كوره معاه اسماعيل وبيلعب كوره ثانيه لاحمد رمزي اللي راح ناحيه الوينج رايت اهي ثاني مره بيعملها احمد ماشي احمد وبيلعبها قصيره لحمد عبد اللطيف وبيلعبها قصيره وتروح ثاني لاحمد رمزي لكن في رايه وصفاره في رايه وصفاره حمد عبد اللطيف كان لعبها لاحمد رمزي كان في موقع تسلل ورايه من عبد السلام الدكوري وصفاره من علي حسين. لعبت الكرة على طول لسيد الحداد الفوزي جمال الباك الشمال وبيرجعها تاني لجون ومحمد عاشور.
17 دقيقة تقريبا من الشوط الأول، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء أحرزه طارق يحيى في الدقيقة 13. محمود حسن لسه كرة محمود، بيلعبها إسماعيل توتو وبيلم ومعاه شامياكا إسماعيل، وكعب رجله حلوة طارق الصاوي، وينج اليمين أحمد العجوز، ومعاه هشام إبراهيم بسن الجزمة وتطلع الكرة بره أوت، رمي التماس لنادي الإسماعيلي. شحتة الدسوقي الباك اليمين لنادي الإسماعيلي، طارق الصاوي كل كورة لازم تروح له، ويلم من إبراهيم يوسف شحتة ورا سيد الحداد، الهاف اليمين لنادي الإسماعيلي راجع بيها على جونه أهو، وبيرجعها من نص الملعب لجونه عاشور. محمود حسن ليبرو سيد حداد نص ملعب نادي الإسماعيلي، فوزي جمال الباك الشمال، طارق الصاوي الدينامو وصانع الألعاب، كل كورة لازم تعدي من طريق، ودي فيها طبعا ميزة وعيب. وإسماعيل توتو بيلم وعايز يشوطه شوطه جامدة، وفاول طبعا طارق الصاوي زي ما قلت صانع ألعاب، وفي ميزة وعيب إن كل كورة تروح له، الميزة إن هو طبعا بيعتمدوا عليه وصانع ألعاب كويس، والعيب إن ممكن يتمسك قوي ومدربين عرق يعرفوا الطريقة دي وممكن يمسكوه يلعبوا معاه مان تو مان. يرجع الحيطة 10 ياردة برضو القانون، وفريق نادي الزمالك راجعين عاملين 5-6 لعيبة دلوقتي عاملين حيطة، واسماعيل توتو بيشوط كويس زي ما احنا عارفين، هو وعماد سليمان واقف جنب الكورة هو وطارق الصاوي، اسماعيل توتو سابها فعلا لطارق الصاوي وطارق بيسقطها، وأيمن طاهر يمسكها، عايز يلعبها في الزاوية البعيدة كان طارق الصاوي لكن تطلع ضعيفة شوية ويطير يمسكها أيمن طاهر. فوزي جمال الباك الشمال الإسماعيلي يرد أحمد العجوز، وأحمد بيرجع على طول لسيد الحداد، الهاف اليمين وجاي من ورا هشام إبراهيم، لكن لسه الكورة مع سيد. فوزي جمال الباك الشمال، ماشي فوزي داخل جوه زي ما احنا شايفين، وبيلعبها طارق يحيى بيقطع ويلعبها على الأرض على طول لحماد عبد اللطيف، وبيلعب كورة ولورا لجمال عبد الحميد لكن يقطعها شحتة الدسوقي ويحل على كورة أبو طالب العسوي، يلم أبو طالب الستوبر لنادي الإسماعيلي، ويلعبها في نص ثلاثة من لعيبة نادي الزمالك لسيد الحداد، الهاف اليمين لنادي الإسماعيلي ويلعب كورة يقطعها رضا عبد العالي أراها قبل ما تروح لأحمد قناوي، ويلعب كورة برضه طويلة الشحتة يقطع وتروح لأبو طالب العسوي على الأرض تاني لشحتة الدسوقي، سيد الحداد وبيلعب على الأرض على طول لطارق الصاوي اللي رايح مع أشرف قاسم دلوقتي، لكن راجع لورا والكرة لسه جايه من ورا طارق يحيى وشده وفاول على شحته الدسوقي، فاول لنادي الزمالك على شحته الدسوقي، ونشوف هيعمل ايه الكابتن علي حسين، بيندى لشحته الدسوقي وبيدي اول انذار في المباراه لشحته الدسوقي، حوالي دلوقتي 20 دقيقة من الشوط الأول، وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء أحرزه طارق يحيى في الدقيقة 13. أشرف قاسم هيلعب الفاول، أول إنذار في المباراة شحتة الدسوق، وأشرف بيلعب كورة جوه 18 زي ما احنا شايفين، ويطلع ليها وتروح لأحمد رمزي، وبيلم أحمد رمزي لكن داخل معاه سيد الحداد، ويلعبها حلوة شحتة الدسوق لطارق يحيى، وبيدهله حسين، وطبعا لمسة يد متعمدة، وبياخد برضو انذار طارق يحيى، يبقى انذار هنا انذار هنا، وايه الباك رايت والوينج ليفت، يعني الاثنين اللي بيلعبوا على بعض يا دوبك فرق بينهم يمكن اقل من دقيقة الانذار، مفيش حد احسن من حد، حاجات كلها بسيطة، ولازم اللعيبة ده لعيبة كبار دوليين يخلي بالهم من الحاجات دي، بتجمع قوي بقى الانذارات دي، واللي بيخسر هو وفريقه سواء لو الاسماعيلي او الزمالك، واحمد قناوي وبيلعب كره حلوه لطارق الصاوي، فكرتها حلوه قوي 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 لكن مش مظبوطه، تنفيذها وحش لكن فكرتها حلوه قوي، كان هيبقى هو والجون طارق الصاوي لو اتظبطت الباص، ايمن طاهر وبيلعب كره على طول ويرد على طول ابو طالب العسوي، يوقف على وش رجله حماده تتخطف منه لهشام ياكن، وزحلقه وطلع الكره فوق عاليه تطلع الكره لسه ما طلعتش، وتتلعب سيد الحداد وعماد سليمان تطلع الكره بره اوت، رمي التماس على نادي الزمالك،
حاجات الانذارات والفاولات والرد على الحكام، الحاجات دي كلها عيب قوي تحصل من لعيبه دوليين او لعيبه بيلعبوا في الدرجه الاولى، عيب قوي. خلاص بقى عنده من الوعي بقى اللي هو يقدر يتحكم في كل شعور مهما كانت النتائج. ان بتعمل انذارات كتيره وبتخسر الفرق مجهود لاعبين كتير قوي، خصوصا ان احنا شايفين السنه دي حكام بيحسبوا كل حاجه، فلا بد ان اللاعبين برده يكونوا على مستوى المسؤوليه. رميت التماس هيلعبها فوزي جمال الباك الشمال، واتلعبت على طول لعماد سليمان، وتروح لحماد عبد اللطيف اللي بيلعب كره قلشه، وهشام ابراهيم بيطلع كانت رايحه على جونه. سيد الحداد اسماعيل توتو، سيد الحداد نص ملعب نادي الاسماعيلي، طارق الصاوي هو لازم يمضي ويلعب الكره بالعرض ثاني لاسماعيل توتو، ولم وعايز يشوط، لكن هشام كان يتزحلق وتوصل لهشام ابراهيم، وبقت الهجمه مرتده لنادي الزمالك. هشام ابراهيم وماشي لسه هشام، لعبها لجمال عبد الحميد اللي بيلمها حلوه لنفسه، وترد الكره تروح لابو طالب العيسوي، وبيلم وماشي ابو طالب ويلعب الكره على الارض لاحمد قناوي. احمد قناوي دخل عليه حماد عبد اللطيف وفاول على حماد عبد اللطيف. طارق الصاوي على طول لفوزي جمال الباك الشمال لنادي الاسماعيلي، بيتقدم لقدام قوي كتير فوزي. طارق الصاوي لازم كل كره متلو. سيد الحداد وشوطه جامده وبره، سيد الحداد شوطه جامده وبره، لكن بيشوط هو واحمد قناوي الهافين بتوع نص الملعب بتوع نادي الاسماعيلي، كل واحد شايط له شوطه لغايه دلوقتي، وكده صح، وكده صح ان لازم يبقى في شوطه على الاجوان. ايمن طاهر هيلعب ضربه المرمى، ايمن عند هشام ابراهيم وشحت الدسوقي، وتلعب وتروح تاني على طول لطارق الصاوي، وبيلعب كرة طويلة عند خالد جلال وعماد سليمان، خالد وعماد، وزقة من عماد سليمان ومديها علي حسين فاول على الإسماعيلي. رضا عبد العال تعدي من تحت رجله برضه تاني واحدة دلوقتي، وتطلع الكرة بره أوت، رمي التماس لنادي الإسماعيلي. محمود حسن وهو بيبتدي الهجمة من ورا أهو، ليبرو وفاضي ومحدش بيبقى ماسكه، وتلعب الكرة لسيد حداد، وبيلعب الكرة على الأرض لإسماعيل توتو. اسماعيل توتو بيلم ومنظره كده عايز يلم ويشوط، وعلى حسين بيقول يلعب، وهشام ياكل وتتكعبل منه كرة وتروح لاحمد العجوز، وماشي احمد وفاول من نادي الزمالك، وبيحذر علي حسين لاعب من لعيبه نادي الزمالك، ومديها فاول لنادي الاسماعيلي. نادي الزمالك برضه هيعمل حيطه، وهنشوف المره دي، المره اللي فاتت كان طارق الصاوي حطها لوب على يمين ايمن طاهر، طار جابها، هنشوف المره دي هيشوط ولا هيعملوا ايه. بعيده يمكن المره دي شويه، عشان كده نادي الزمالك عامل اثنين بس حيطه، هشام ابراهيم ومعاهم جمال عبد الحميد واسماعيل يوسف، ومنظرها كده مش هتتشط من هنا، هتترفع او هتتصلح، وصلحت فعلا لسيد الحداد، بيصلحها لابو طالب العيسوي، بيصلح لابو طالب العيسوي، وشوطه برجله الشمال بره، ضربه مرمى لنادي الزمالك. برضه ما زال نادي الاسماعيلي نقدر نقول عليه ضاغط نسبيا على نادي الزمالك، ونادي الزمالك الهجمه الوحيده اللي عملها منظمه فحتى الان جاب منها طارق يحيى هدف، وغير كده نادي الاسماعيلي بيلعب الكوره او اللعب كتير قوي في نص ملعب الزمالك، اكتر من نص ملعب الاسماعيلي. هيعيد تاني ضربه المرمى، وزي ما قلت نادي الزمالك بيلعب الى حد ما بطريقه دفاعيه، هشام ابراهيم واسماعيل يوسف بيلعبوا في نص الملعب مدافعين، وحماده عبد اللطيف ورضا عبد العال وطارق يحيى بيكملوا في الهجمه لقدام، هم الاربعه. اشرف قاسم، خالد جلال الباك اليمين لنادي الزمالك، حماده عبد اللطيف، اشرف قاسم، كعب رجله حماده تاني بيشيلها زي كره الشراب لاشرف قاسم، لحماده عبد اللطيف وجمال عبد الحميد، يخش جمال ويلم جمال ويلعب كرة طويلة لطارق يحيى، ومعاه شيحتة الدسوقي، وبيلم عالية بيلعبها لأحمد رمزي، لكن تيجي في أبو طالب العيسى وتطلع الكرة بره أوي. رمي التماس لنادي الزمالك. حوالي 26 دقيقة من الشوط الأول، وما زالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف لا شيء أحرزه طارق يحيى في الدقيقة 13. طارق يحيى، حماد عبد اللطيف اللي ساب مكانه في الوينج اليمين وجاي ناحية الشمال أهو. حماده وبيلعب كره طويله عند اسماعيل يوسف، لكن يحط رجله في السكه عماد سليمان وتروح تاني لاسماعيل. اسماعيل يوسف، اشرف قاسم، وبيلم اشرف وتطلع منه تخطف على طول وتروح لعماد سليمان، ما يلحقهاش، تطلع الكره بره قوي، خطر الكره اللي فاتت.
خالد جلال. خط الظهر ده لازم يبقى حريص في كل لعب. وتاني كرة بيديهاله وهيدي انذار لخالد جلال. انذار لخالد جلال كان حذره قبل كده واداله دلوقتي انذار. بقى لغايه دلوقتي بعد حوالي 28 دقيقه من الشوط الاول ثلاث انذارات ظاهره نقدر نقول عليها وحشه وسلبيه في الدوري حتى الان. عدد كبير قوي من الانذارات، عدد كبير قوي من الانذارات، ويوصل في الماتشات دلوقتي 6 أو 7 انذارات، وده طبعا عدد يبين ان مفيش انضباط جوه الملعب. ولو ندور كده نلاقي كلها حاجات بسيطه عيب تحصل من لعيبه كبار، يعني مفيش خشونه مفيش ضرب، لكن كلها حاجات غلطات من اللاعبين. وطارق يحيى وبيصلح وعايز يشوط وبيلم وجات على اليمين وشوطه جامده جوه الجون جوه الجون، جت في محمود حسن وعملت باند ويخش جوه الجون. طارق يحيى الجون الثاني. الكره اللي فاتت عملت لونج باس من حماده عبد اللطيف لطارق يحيى، من رضا عبد العال لطارق يحيى، يرقص من رجله الشمال ويجيبها على رجله اليمين ويشوط برجله اليمين تعمل باند زي ما هنشوف اهو. اهو بيلم وهيشوط، تيجي في محمود حسن اهو، تيجي في محمود حسن وتعمل باند وتخش من فوق لمحمد عاشور اللي كان طالع قدام، ويبقى الزمالك 2 والاسماعيلي لا شيء، واللي جاب الجونين طارق يحيى. المره دي في الدقيقه 28 طارق يحيى في الدقيقه 28. الكره اللي فاتت جت في لاعب يا في ابو طالب العيسى ويا في محمود حسن، واحد منهم وعملت باند وكان عاشور طالع لقدام، وتيجي لب من فوقيه ويبقى 2-0 النادي الزمالك. احمد العجوز، احمد العجوز وماشي احمد وماشي احمد، واخدها من قدامه خالد جلال، وبرده الجون الثاني بتاع تاني نادي الزمالك، يمكن برده تاني هجمه منظمه ويجي منها جون. يمكن الاسماعيلي زي ما قلت هو اللي هاجم اكتر وماسك الكره اكتر، لكن الزمالك بالظبط عمل هجمتين منظمتين جاب منهم جونين. كرة بتاع الطارق الاولانيه اللي كملها بتاع جمال عبد الحميد، والثانيه دي اللي جت في لاعب محمود حسن وتعمل بند وتنزل من فوق محمود حسن. رايه وصفاره خالد جلال اوفسايد. 30 دقيقه تقريبا من الشوط الاول واصبحت نتيجه تقدم الزمالك بهدفين للا شيء، احرز هدفي الزمالك طارق يحيى. لعبت الكره على طول لمحمود حسن لفوزي جمال في العرض لطارق الصاوي. طارق بيلعب كره طويله عند اسماعيل توتو وشامي اكل، وتوجع تاني لاسماعيل ومع احمد رمزي، مع احمد رمزي تيجي في ركبه احمد رمزي وتطلع الكره بره اوت. رامي التماس لنادي الاسماعيلي، شيحة عبد السوق باك اليمين رقم 4 اللي بيلعب الاوت، اسماعيل توتو رقم 9 وبيلم اسماعيل وداخل من وراه احمد رمزي ياخد الكره احمد، ولسه الكره ياخدها تاني اسماعيل توتو، لكن بالمره دي هشام ياكل وفاول على نادي الزمالك. علي حسين بيشاور بول زقين وتبقى فاول على نادي الزمالك. الشورت بتاع احمد رمزي اتقطع اهو بيشاور عليه، وهيديها الحكم يديها فاول، هيلعبها طارق الصاوي احسن من كورنر تمالي الحته دي. هيلعب طارق الصاوي ويلعبها عاليه بعيده وتلعب الهد في ايد على طول ايمن صار، لعبها ابو طالب العيسوي وعلى طول في ايد ايمن صار. خالد جلال الباك اليمين لنادي الزمالك، ولمسه واحده على طول لاسماعيل يوسف وبيخد لمكان جمال عبد الحميد ويلعبها لجمال عبد الحميد وجاي معاه سيد الحداد ويخش يلعبها بالهيد. فوزي جمال يطلعها وان تو تاني تتعمل مع اسماعيل توتو وترد الكوره ورايه ورايه وصفاره عبد السلام الدكروري رايه وعلي حسين صفاره وجمال عبد الحميد اوفسايد. مديها لورا، مديها من ورا عشان تتلعب من مكانها، وضربه حره غير مباشره لنادي الاسماعيلي من تسلل جمال عبد الحميد. سيد الحداد نص ملعب نادي الاسماعيلي، احمد قناوي هاف الشمال لنادي الاسماعيلي وبالعرض رضا يقطع وترجع تاني لسيد الحداد اللي بيلم، واللعب كتير قوي نادي الاسماعيلي بيلعب كل هجومه تملي من ناحيه النص، ودي طبعا طبيعته وطريقه لعبه غالبا ان هو بيلعب الكور القصيره. ونادي الزمالك احمد عبد اللطيف بيلم وتتقطع الكوره وجاي من ورا احمد قناوي زايق ومديها علي حسين فاول لنادي الزمالك زي ما احنا شايفين اهو عند خط السنتر تقريبا. حماده عبد اللطيف بيلعب كره طويله لرضا اللي جاي من ورا،
ومعاه سيد الحداد وبيغير اتجاهه رضا عبد العال وشوطه جامده وفكرتها حلوه والله يا رضا، فكرتها حلوه قوي، خدها من اليمين للشمال وعمل لفه لكن الكوره اعلى. ضربه مرمى لنادي الاسماعيلي. تقييم لغايه دلوقتي نقدر نقول نادي الاسماعيلي ماسك الكوره اكتر وقدام مرمى الزمالك اكتر لكن دون خطوره واضحه على مرمى الزمالك، ونادي الزمالك يا دوبك هجمتين ثلاثه منظمتين جاب منهم جولين. الكرة تتلعب طويلة ناحية الشمال اسماعيل توتو وهشام ياكن اللي بيلعب معاه مان تو مان ويحضن على الكرة هشام ياخدها أشرف قاسم وبيلعبها على طول خالد جلال الباك اليمين وقصيرة لحماد عبد اللطيف وماشي حماد هتتخطف منه وتروح لطارق الطاوي وبيلعبها لورا اسماعيل توتو وجاي خالد جلال من ورا مغطي ويرجع لجون وأيمن طاهر. أيمن سيد الحداد على طول بيوقف وهف اليمين لنادي الاسماعيلي وماشي سيد وبرده بيغير الناحيه الشمال لفوزي جمال الباك الشمال لنادي الاسماعيلي حلوه لطارق الصاوي بيلم طارق بيلم طارق بيلم طارق وبيصلح ورا سيد الحداد وعايز يعمل انتو مع اسماعيل سيد الحداد شوطه ضعيفه في ايد ايمن طارق لكن زي ما قلت الاسماعيلي ضاغط ولكن خطورته مش واضحه قوي على مرمى ايمن طاهر رغم ان هو ماسك الكره اخطر ونادي الزمالك بيعتمد على الهجمه المرتده اللي جاب منها هجمتين جونين وبيلعب كره طويله عند حماد عبد اللطيف لكن داخل معاه سيد الحداد اللي عامل مجهود كبير قوي ويطلع الكره بره عنده. رامي التماس لنادي الزمالك جمهور برضو كبير نسبيا موجود في الملعب. بتقام بطولة العالم التاسعة للكاراتيه في القاهرة بصالة كلية الشرطة أيام 13 14 15 16 أكتوبر وهيلعب فيها منتخبنا القومي نتمنى له إن شاء الله كل توفيق ويحصل على مركز متقدم في هذه البطولة. وبيشترك في البطولة دي تقريبا 16 60 دولة وإن شاء الله نتمنى كل توفيق لمنتخبنا القومي. فوزي جمال طارق الصاوي سن الجزمة بيلعبها لشحتة دسوق مع اسماعيل يوسف وداخل اسماعيل لكن شحتة بيرجع ورا لابو طالب العسل. محمود حسن بيلعب طويلة برضه لطارق الصاوي في كل لعبة ومعاه احمد رمزي بيقطع احمد وترجع لابو طالب العسل بيلعبها ناحية الشمال لشحتة الدسوقي وجاي احمد العجوز اللي فانيلته مقطوعة وهو الشورت بتاع احمد رمزي مقطوع الاثنين اللي بيلعبوا على بعض واحد فانيلا واحد شورت الاثنين بتوعهم مقطوعين. بيحذر كابتن علي حسين هشام ابراهيم ان المره الجايه هيدي انذار وتلعب الكوره على طول لطارق الصاوي اهو على طول لازم تتلعب له الكوره على طول. سيد الحداد سيد وبيلعبها وحشه عند رضا عبد العال وهاجم الزمالك بهجمه مرتده وبيلعبها على الارض لهشام ابراهيم وماشي هشام وماشي هشام وتتكعبل منه كوره وتتكعبل وتتخطف منه لكن تروح له تاني لاشرف قاسم اللي ساب مكانه من ورا وطالع لقدام حماده عبد اللطيف وماشي حماده وماشي حماده وعلى الارض تاني لرضا عبد العال حماده عبد اللطيف وحماده بيلعبها ورا رجله اشرف قاسم لكن تطول وما تظبطش وتروح لمحمد عاشور. 35 دقيقه تقريبا من الشوط الاول واصبحت النتيجه تقدم الزمالك بهدفين للا شيء للاسماعيلي احرز هدفي الزمالك طارق يحيى. عماد سليمان احمد قناوي وجاي من ورا اسماعيل يوسف يخطف لكن تروح لشحته الدسوقي طارق الصاوي. عماد سليمان وماشي اسماعيل توتو وعايز شوطه جامده بره. شوطه جامده بره كله من النص بره كله من النص كل هجمات نادي الاسماعيلي من النص حتى اسمع عماد سليمان بيلعب وينج شمال داخل لجوه احمد العجوز بيلعب وينج يمين داخل لجوه. طريقه لعب مميزه قوي وواضحه في فريق نادي الاسماعيلي مش من النهارده او السنه دي منذ سنوات وكله بيتوارث هذه الطريقه وطبعا ليها عيوبها وليها مميزاتها لكن هم بيجيدوا قوي اللعب بالطريقه دي. طبعا بتعتمد على المهارات العاليه وعايزه اللعيبه حافظه بعض كور قصيره ومهاره عاليه وتفاهم وده برده بيتميز بيه فريق نادي الاسماعيلي. نادي الزمالك بيلعب عن طريق حماده وطارق يحيى وينجين واتلعبت الكره لمحمود حسن اللي جاي من ورا لقدام وماشي محمود وبيعدي من اسماعيل يوسف بيلعب كره طويله عماد سليمان داخل لجوه انا شايفه اهو وراح اسماعيل توتو ناحيه الوينج الشمال.
الشكر الصغير بيسخن وتلعب كرة وتروح لشحتة الدسوقي، ماشي شحتة الباك اليمين نادي الإسماعيلي، ماشي شحتة، ماشي شحتة بيلعب كرة بالعرض وتروح تاني لفارق الصالح اللي بتتعمل منه كورة، ياخدها أشرف قاسم، ياخدها أشرف وعايز يقوم تقلب الهجمة أشرف قاسم ويغير اتجاهه تاني أشرف وبره رجله وتيجي في علي حسين وتروح تاني لحماد عبد اللطيف اللي يلم ويلعبها من الحتة الفاضية لطارق يحيى اللي جاي من ورا ومديها الحكم فاول على أو ضربة حرة غير مباشرة تسلل من هشام إبراهيم، لعبت الكرة على طول لطارق الصاوي وترجع ورا لفكر الصغير وماشي فكر أحمد رمزي وتطلع الكرة فاول مديها علي حسين فاول على أحمد رمزي، مديها فاول على أحمد رمزي ويلعب الفاول شيحة الدسوقي الباك اليمين وبيلعبها جوه ال 18 عاليه عند عماد سليمان وهو الواحد ما فيش حد معاه وتروح في ايد ايمن طاهر، ايمن كان طالع ورجع وما فيش حد خالص مع عماد سليمان، افتكر هو مع حد يا دوبك الكوره لمست راسه في ايده على طول بيلعبها للرضا عبد العال، ايمن طاهر بيلعبها للرضا هاف اليمين لنادي الزمالك، خالد جلال الباك اليمين خالد وكله ممسوك وبيلعب كره طويله في الحته الفاضيه ما فيش حد، ودي طبعا ان كل لعيبه نادي الزمالك راجع فريق الاسماعيلي ماسك تلعب على طول جاي من ورا بيخطف حماده عبد اللطيف، لكن تروح لمحمود حسن لعبه قصيره حماده الاسماعيلي بتقطع تاني وهشام ياكن يرد تروح لفوزي جمال اللي داخل لجوه وزقه من اسماعيل يوسف فاول على نادي الزمالك، لعبت الكره على طول لطارق الصاوي احمد العجوز واحمد رمزي، احمد العجوز واحمد رمزي وماشي احمد، وماشي احمد العجوز ولسه كرة تتقطع احمد رمزي يقطع والحته الفاضيه بيلعبها لطارق يحيى وادي الهجمه المرتده بيلعبها في الحته البعيده لجمال عبد الحميد، لكن عاشور المره دي يفهم وياخدها طلع فاهم الكوره كويس ويطلع يقطع، كانت هتبقى خطره قوي هجمه مرتده لنادي الزمالك، لعبت الكوره لطارق الصاوي وبيلعب كوره طويله وبيطلعها هشام كانت رايحه لعماد سليمان وتترد الكوره تاني ما فيش حد من لعيبه نادي الزمالك، وده بيبين ان النادي الاسماعيلي هو اللي ضاغط والزمالك بيعتمد على الهجمات المرتده، وشفنا الكره الاخيره بتاعت طارق يحيى اللي بيلعبها لجمال عبد الحميد، كان محمد عاشور هو اللي فهم الكره وقراها زي ما بنقول وطلع قطعها ابو طالب العسوي واسماعيل توتو وهشام ياكن وهشام بيقطع وتترد الكره تاني لسيد الحداد محمود حسن بيحل عليه رضا عبد العال، محمود حسن ورضا عبد العال وماشي محمود ويخش على الكوره حماده عبد اللطيف ويزحلق وتطلع الكوره بره اوت، 40 دقيقة تقريبا من الشوط الأول وأصبحت النتيجة 2-0 لنادي الزمالك، أحرز الهدفين طارق يحيى أبو طالب العسوي أحمد العجوز وأحمد رمزي، هما الاثنين واحد فانيلا مقطوعة واحد شورت مقطوع واتخذ الكرة يقطعها إسماعيل يوسف ومستني هو عشان يجي اللعيبة من ورا يكملوا الهجمة المرتدة وجاي له من ورا طارق يحيى أهو وجاي له من ورا طارق يحيى، لكن بيوقف لغاية ما لعيبة نادي الزمالك يكملوا وإن كلهم راجعين لورا وأحمد رمزي بيشيل ويغمزها براسه تاني وبيلعبها في الحتة الفاضية ما فيش حد طارق يحيى ما يجريش وتطلع الكرة بره اوت، السيد الحداد الهاف اليمين للنادي الاسماعيلي طارق الصاوي وماشي طارق ماشي طارق دينامو فعلا بيتحرك في كل حتة وبيلعب الكرة ورايا وصفارة رايا وصفارة رايا ابراهيم رماح وصفارة علي حسين واوف سايد اسماعيل توتو، فكرني طريقة اللعب بتاعت الاسماعيلي دي كان بقى الملوك بتوعها المرحوم رضا وكابتن شحته وكابتن ميمي درويش وكابتن يوسف طربوش وكابتن العربي لعيبه كبار قوي قوي كان في نادي الاسماعيلي وفي نادي الزمالك برضه كابتن عبد النصحي وكابتن نبيل نصير وكابتن سمير قط ومجموعه كبيره قوي من اللاعبين كانوا بيمتعوا جماهير الكوره زمان ونفس طريقه اللعب يمكن ما اختلفتش قوي، كل ما نتذكر جيل رضا وشحته بنحس برضه نفس طريقه اللعب بتتلعب حتى الان، طارق الصاوي محمود حسن وواقع طارق يحيى وابو طالب العسوي بيهاجموا لقدام عشان لعيبه نادي الزمالك كلهم راجعين ورا في نص ملعبهم، اسماعيل توتو اسماعيل توتو وهشام ياكن زحلقه واوت زحلقه واوت هشام ياكن ورامي التماس للنادي الاسماعيلي، احمد العجوز شيحة الدسوق الباك اليمين لنادي الاسماعيلي طارق الصاوي بيلعبها حلوه لاسماعيل توتو بيلعبها حلوه لاسماعيل توتو بيلعب كره بالعرض
وهوبا داخل جامد ويطلعها اشرف قاسم، طلعها اشرف قاسم وترجع تاني كوره ويلم احمد قناوي شوطه جامده بره. لعبت حلوه قوي قوي، وسيد الحداد شايط كوره كان فريق نادي الزمالك دفاعه كله لجوه وجت ورا ظهرهم وشايط كوره جامده بيطلعها اشرف قاسم وينقذ جون اكيد للاسماعيلي، وينقذ جون اكيد للاسماعيلي اشرف قاسم. اول مره كوره يلعبها نادي الاسماعيلي بالعرض، كانت خطرة جدا الكرة اللي فاتت لعبها اسماعيل توتو بالعرض، لكن اشرف قاسم انشق الارض ويطلع كرة كانت داخلة جون 100%. رمي التماس لنادي الاسماعيلي وحوالي 43 دقيقة من الشوط الاول 2-0 للزمالك. احمد قناوي، محمود حسن، ولو نبص نلاقي الفرقتين كلهم في نص ملعب نادي الزمالك. محمود حسن بيرجع ورا لاحمد قناوي واوفر هشام ياكن واسماعيل توتو، وتترد ورا تاني على طول طارق يحيى بيرجع، سيد الحداد لقف اليمين، شحت الدسوق الباك اليمين ومع طارق يحيى وجاي من ورا طارق ومع اسماعيل يوسف ومع اسماعيل وبيخطف الكره اسماعيل، وهجمه مرتده اهو. طريقه اللعب واضحه قوي قوي النهارده، وبيلعبها من ورا لطارق يحيى وماشي طارق ومع محمود حسن ومديها علي حسين فاول على طارق يحيى. لعبت الكوره لسيد الحداد وطارق الصاوي وماشي طارق وبيعدي ولسه الكوره معاه بتحرك في كل حته طارق الصاوي وماشي طارق وبيلعب كوره طويله، مفيش حد من فريق نادي الاسماعيلي وتطول وتروح ل ايمن طاهر، حماده عبد اللطيف الوينج اليمين لنادي الزمالك، رضا عبد العال تعدي منه تروح لسيد عبد العال وتترد تاني لطارق الصاوي، بيلعبها لاسماعيل توتو، بيلم من اسماعيل رمزي، احمد رمزي بتترد كرة تاني اشرف قاسم وبيرجع الكوره تتخطف منه وايمن طاهر وطارق يحيى تاني وجون وطارق يحيى وعماد سليمان. مش ممكن غلطه اشرف قاسم وهو اللي طلع الكوره تاني وترد كرة تاني، كرة مش معقولة الكرة اللي فاتت دي، ثلاث أربع مرات تروح لفريق الإسماعيلي وغلطة من الأول من أشرف قاسم ويطلعها برضه هو وهشام ياكل، لكن كانت فيها خطورة كبيرة جدا الكرة اللي فاتت. لعبت الكرة لأحمد رمزي والإسماعيلي ضاغط، وتتلعب الكرة لشحتة الدسوقي وتروح لإسماعيل توتو وماشي إسماعيل وشوطة بالعرض ويطلعها خالد جلال. في دفاع نادي الزمالك بيلعب بفدائيه قوي ورا رباعي خط الظهر، وتتقطع الكره تاني لسيد حداد، لكن في ضغط جامد من نادي الاسماعيلي ويلم محمود حسن وطارق الصاوي، تترد ترجع تاني لسيد حداد وتروح لاسماعيل توتو ويغير طارق اسماعيل ومعاه طارق يحيى وعلي حسين بيقول يلعب وماشي طارق ويصفر الحكم الدولي علي حسين عشان ينهي الشوط الاول من لقاء اليوم بين نادي الاسماعيلي ونادي الزمالك في نهايه الاسبوع الرابع من الدوري العام اللي انتهت نتيجته حتى الان بتقدم الزمالك بهدفين للا شيء. احرز هدفي نادي الزمالك طارق يحيى في الدقيقه 13 والدقيقه 28. سيداتي انساء استاد الاسماعيليه، حيث ننقل لكم الشوط الثاني في لقاء اليوم بين نادي الاسماعيلي ونادي الزمالك في نهايه الاسبوع الرابع من مسابقه الدوري العام. وزي ما شفنا انتهت نتيجه الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك بهدفين للا شيء. احرز هدفي نادي الزمالك طارق يحيى في الدقيقه 13 و28 من الشوط الاول. الشوط الاول لو نقدر نلخصه بسرعه كده نقول ان هو هجوم مستمر من نادي الاسماعيلي وضغط على نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك من هجمتين منتظمتين استطاع ان يحرز هدفي. ونقدر نلخص اكتر ونقول ان نادي الاسماعيلي ماسك الكره اكتر، لكن نادي الزمالك بيقوم بهجمات مرتده. وشفنا الجونين اللي جابهم طارق يحيى، الكره الاولانيه جمال عبد الحميد لعبها جوه الجون وجي طارق من ورا وكملها، والكره الثانيه طارق جابها على رجله اليمين وشاطها عملت بند في رجل محمود حسن وتيجي بفوق محمد عاشور عشان نادي الزمالك يجيب الجون الثاني. نادي الاسماعيلي في اخر الدقائق الاخيره من الشوط الاول جات له اكتر من فرصه، كره لعبها اسماعيل توتو بالعرض طلعها سيد حداد وشاطها طلعها اشرف قاسم على خط الجون، واحده ثانيه اتعطل فيها اشرف قاسم واتخطفت منه ويطلعها دفاع نادي الزمالك. ثواني وهيبتدي الشوط الثاني،
و2-0 للزمالك، وهيبقى على ايدك اليمين نادي الاسماعيلي وعلى ايدك الشمال نادي الزمالك. وعلي حسين بيظبط اللي لعب لغايه دلوقتي مباراه كبيره جدا مع كل كوره، وهيبتدي احداث الشوط الثاني. لعبت الكوره على طول لورا لطارق الصاوي، وحصل تغيير واحد في فريق نادي الاسماعيلي، خرج السيد الحداد رقم 6 ولعب احمد رزق رقم 12 اللي هو بيلعب في مركز الهاف اليمين نص الملعب ناحيه اليمين. رمي التماس لنادي الزمالك، هيلعبها احمد رمزي، وفي عندنا ثلاث انذارات طارق يحيى وخالد جلال وشحته الدسوقي من الشوط الاول. اتلعبت الكره طويله وتوصل لعند رضا عبد العال، لكن جاي من ورا محمود حسن بيخطف، وماشي محمود وماشي محمود وماشي محمود وماشي محمود حسن، وجاي معاه اسماعيل يوسف يلم الكره لخالد جلال اللي راجع لجونه ايمن طارق. احمد رزق اهو اللي مع رقم 12 اللي مع ايمن طاهر، وشوطها ايمن طاهر على طول لجمال عبد الحميد بيلعبها بالهيد، مفيش حد الا محمود حسن. محمود ابو طالب العيسوي رقم 2 للستوبر احمد رزق اللي لسه نازل، وبيلعب كره طويله عند خالد جلال وبيطلع على طول خالد رضا عبد العال وفوزي جمال، وتروح لاسماعيل يوسف اللي يغمزها لرضا عبد العال، وتترد الكره ثاني وتروح عند طارق يحيى وشحته الدسوقي، بيغمزها على طول شحته لاحمد العجوز الباك اليمين هو احمد رمزي، وبيعدي لكن مغطي من ورا طارق يحيى، وبيلعبها قصيره لاحمد رمزي، لسه الكره مع احمد رمزي وياخدها احمد، والحكم بيقول يلعب، وتترد وتطلع الكره بره اوت. رمي التماس لنادي الزمالك، احمد العجوز طلع الكره اوت، واحمد رمزي يلعب رميه التماس، بيلعب على طول الكره لحمد عبد اللطيف اللي راح ناحيه الوينج الشمال، وهشام ابراهيم اللي بيلعب في نص الملعب لحمد عبد اللطيف تاني، ومعاه شحته الدسوقي بيلعب كره طويله رايه وصفاره رايه وصفاره، رضا عبد العال اوفسايد، واتلعبت الكره على طول لفوزي جمال الباك الشمال لنادي الاسماعيلي. طارق الصاوي صانع العاب نادي الاسماعيلي لفوزي جمال تاني الباك الشمال المتقدم لقدام، وماشي فوزي وبيعمل وان تو لكن بيقطعها هشام ياكن، وعلى طول ابو طالب العيسوي ومفيش حد معاه على الجنب لاحمد العجوز الوينج اليمين محل عليه احمد رمزي، احمد رزق وبيعملها وان تو مع احمد عجوز، لكن احمد رمزي رايح معاه وبيحل على الكوره وبيحل على الكوره، لسه الكوره مع احمد رمزي دايس عليها احمد، وتطلع الكوره كورنر ضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي، كان احمد رمزي حاطط الكوره تحت رجله وتطلع الكوره بره قوي ضربه ركنيه. احمد العجوز لعبها قصيره لطارق الصاوي ويلعبها تاني لاحمد العجوز، وماشي احمد وماشي احمد ومعاه احمد رمزي، بيقطع احمد حلوه بكعب رجله الكوره اللي فاتت، ويلعبها على الارض عند حماد عبد اللطيف اللي متقدم قدام هو احمد قناوي، وبيلعب كره طويله عند رضا عبد العال ومغطي محمود حسن، والهجمه المرتده هي بتاعت نادي الزمالك، وجاي له خالد جلال من ورا وبيرقص وبرقص رضا وبرقص رضا، وشوطه جامده جوه الجول جوه الجول. رضا عبد العال يا ولد يا ولد يا ولد، مجهود فردي من رضا عبد العال، الجون الثالث ده كله حماد عبد اللطيف لعب له كوره حلوه قوي قوي من نص الملعب، يشرخ من ناحيه اليمين ويلم الكوره ويرقص احمد فوزي جمال الباك الشمال، تشوفها تاني اهو مجهود كبير قوي، رايح له محمود حسن رايح له محمود حسن اهو، وهيلم وهيلم ولم ولم وبرجله الشمال فين في الزاويه البعيده جوه الجون جوه الجون. 3-0 لنادي الزمالك، حلوه 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 رضا عبد العال جمهور نادي الزمالك. الدقيقه الثالثه الجون الثالث لنادي الزمالك، واتلعبت الكوره عند احمد العجوز وزحلقها، لسه كوره مع احمد بيلعب كوره بالعرض ويطلع ايمن طاهر ينقذ الكوره، كانت حلوه الكوره اللي فاتت، وماشي وفي رايه وفي رايه وصفاره مديها اوف سايد عبد السلام الدكتور. رضا عبد العال جايب جول حلو قوي 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 رضا في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني، عشان تصبح النتيجه 3-0 لنادي الزمالك. مجهود فردي من نص الملعب، عامل سبرنت من نص الملعب واخد الكوره ومرقص محمود حسن، وشايط برجله الشمال في الزاويه القريبه على شمال محمد عاشور عشان يجيب الجون الثالث لنادي الزمالك. كره طويله ابو طالب العيسوي، ونفس طريقه اللعب كان الاسماعيلي يهاجم وهجمه مرتده للزمالك يجيب منها جون، نفس اللعب بطريقه واحده بتتكرر لغايه الان، ما نعرفش ايه اللي هيحصل تاني. وادي حماد عبد اللطيف على الجنب لطارق يحيى كابتن فريق نادي الزمالك النهارده، بيلعبها من ورا لهشام ابراهيم، لكن جاي شحته الدسوقي وبيرجع لجونه محمد عاشور. طارق الصاوي بيلعب الكره على الجنب على طول لعماد سليمان، ومعاه اسماعيل يوسف، وماشي عماد وماشي عماد وماشي عماد،
مع اسماعيل مستايب وفاول على اسماعيل يوسف. ادي جمهور نادي الزمالك وماشي احمد العجوز، عماد سليمان، طارق الصاوي، ماشي طارق وبيسقطها جوه ال 18 اسماعيل توتو وخالد جلال وتطلع لاحمد قناوي وحلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شايطها حلوه وفيرست تايم بس فيها قلشه خفيفه ما مالتش في وش الرجل زي ما بنقول، زي ما احنا شايفينها. وبيشاهد المباراه المحافظ عبد المنعم عماره واللواء فاروق حمدان رئيس مجلس اداره نادي الاسماعيلي، ومن نادي الزمالك المستشار جلال ابراهيم والكابتن ياكل حسين والاستاذ جورج سعد، ايمن طاهر بيلعب الكره ضربه المرمى، الكره اللي فاتت بتاعت احمد قناوي كانت شايطها حلوه جنب القائم الايسر زي ما شفنا، وكره طويله لاحمد العجوز ومحمد رمزي، احمد بيقطع وماشي احمد وبيعمل 1 2 مع جمال عبد الحميد، احمد عبد اللطيف لكن يقطع على طول شحته الدسوقي لاحمد العجوز ورايح له اسماعيل يوسف المره دي، وبيلعبها لاحمد رزق نمره 12 اللي لعب في الشوط الثاني، ومعاه هشام ياكن وبيغير اتجاهه احمد، وهشام ياكن يحط رجله اسماعيل يوسف يقطع لاحمد رمزي وكره طويله في سكه تتقطع ترجع تاني لاحمد اللي بيلعبها ورايا وصفاره، رايا وصفاره اوفسايد على طارق يحيى، ورايا مرمح رايا وعلي حسين صفاره، واتلعبت اللعبه ضربه حره غير مباشره محمود حسن، لعبت الكرة على الجنب عماد سليمان، ماشي عماد وست دقايق تقريبا وكرة عالية عند أيمن طاهر ويقطع على طول أيمن، ست دقايق تقريبا من الشوط الثاني وأصبحت النتيجة تقدم نادي الزمالك بثلاثة أهداف للا شيء للسيبي، جاب أهداف الزمالك اثنين طارق إيحا في الشوط الأول ورضا عبد العال في الشوط الثاني، جمال عبد الحميد وأبو طالب العيسوي وأحمد قناوي بيلعب كرة طويلة لفة، أشرف قاسم لإسماعيل يوسف يوقف على وش رجله حلوة ويلم إسماعيل وغير اتجاهه، وزي ما قلت كان اللعب لغايه دلوقتي الاسماعيلي ضاغط والزمالك بيدافع وبيقوم بهجمه مرتده، وتطول الكره من جمال عبد الحميد ياخدها احمد قناوي ويلعبها حلوه لاسماعيل توتو ورا خالد جلال، وماشي اسماعيل وماشي اسماعيل وبالعرض تيجي في خالد جلال وتطلع الكره بره كورن، ضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي، ضربه ركنيه لنادي الاسماعيلي، واتلعبت الكرة على طول يقطعها رضا عبد العال في السكة، هيلعبها أحمد قناوي رضا، اللعيبة المميزين أول سنة في نادي الزمالك رضا، حمادة عبد اللطيف، وقع حمادة بيلعبها قصيرة في التخطيط بين أحمد قناوي، وتعلى الكرة وتتلعب تيجي في هشام ياكن وياخدها تاني أحمد رزق لطارق الصاوي، وبيلعبها تاني لعماد سليمان اللي دخل جوه لكن قطع هشام ياكن لهشام إبراهيم، جمال عبد الحميد لهشام إبراهيم لسيبها لحمادة عبد اللطيف، وماشي حمادة وبيلعبها في الحته الفاضيه لهشام ابراهيم لكن محمود حسن مغطي، ولسه الكرة مع محمود وبيلعبها قصيره لاحمد قناوي وداخل معاه رضا، احمد قناوي بيعمل مجهود كبير احمد وعدى وماشي احمد وماشي احمد دخل على اسماعيل يوسف وفاول على اسماعيل يوسف، فاول على اسماعيل يوسف واتلعبت الكره فاول على طول لفوزي جمال رجعها ورا لطارق الصاوي لعماد سليمان يا ولد ياخدها على وش رجله حلوه، وماشي عماد وماشي عماد لكن هشام كان يقطع وشوطه جامده يا ولد يا ولد يا ولد، اسماعيل توتو شوطه حلوه برجله الشمال يا دوبك شبر واحد مش يارده شبر واحد فوق المقص اليمين لايمن طاهر، لكن برده طريقه اللعب الاسماعيلي برده بيلعب الكور كلها قصيره وبيعدي من النص، نادي الزمالك بيعتمد على الهجمات المرتده، وماشي خالد جلال وجاب منها ثلاث اجوان لغايه دلوقتي بيدافع في نص ملعبه وبيقوم بهجمه مرتده، حماده عبد اللطيف وبيلعب كره طويله حلوه لطارق يحيى من ورا شحته الدسوقي لكن بيرجعها ورا لجون محمد عاشور، شحته الدسوقي الباك اليمين لنادي الاسماعيلي وبيلعبها قصيره يخطفها حماده عبد اللطيف اللي عمل مجهود في الشوط الثاني لغايه دلوقتي احسن كتير من الشوط الاول، وبيلعب على الكره على الارض لرضا عبد العال رضا وبيلعبها ناحيه اليمين لجمال عبد الحميد رايه وصفاره رايه وصفاره جمال عبد الحميد اوفسايد، جمال لعبت الكره على طول لعماد سليمان اللي دلوقتي اضطر يهرب من الرقابه وراجع لورا شويه اهو زي ما احنا شايفين، عماد طارق الصاوي ماشي طارق عماد سليمان وماشي عماد وماشي عماد وماشي عماد وهشام ياكن ولعبها على الجنب لاحمد العجوز الوينج اليمين لنادي الاسماعيلي ومع احمد رمزي داخل لجوه برده وبيلعب كره بالعرض اشرف قاسم بيطلع وترد تاني لاحمد العجوز وشوطه تيجي في هشام ياكن وبيطلع احمد رمزي لعبه الثلاثات بتاع الزمان باكورد بنقول عليها ثلاثات او باكورد
وتروح لطارق الصاوي. ماشي طارق، ماشي طارق، ماشي طارق، ماشي طارق، مع اسماعيل يوسف ويعدي، واشرف قاسم بيطلع وتيجي في لاعب في تكتل كبير قوي من اللعيبه، وكعب رجل طارق يحيى من جمال عبد الحميد، لكن شحت الدسوق بيقطع ويلحقها احمد العجوز قبل ما تطلع اوت مع احمد رمزي، وفاول على احمد رمزي، فاول على احمد رمزي. 10 دقائق تقريبا من الشوط الثاني، 3-0 للزمالك. وطارق الصاوي بيلعب كره عاليه، وهشام ياكن بيطلع على الجنب لاحمد رمزي، ومع احمد رزق، ومع احمد رزق، لكن احمد بيرجع وتروح لاحمد العجوز، وهشام ابراهيم بيقطع وترجع تاني لشحتة الدسوقي وضاغط فريق نادي الاسماعيلي، لكن احمد رمزي بيقطع لطارق يحيى على ارض الاسماعيلي يوسف. اسماعيل ولسه الكره مع اسماعيل يوسف، وبيجيبها من اليمين للشمال، وبالعرض على طول لاشرف قاسم، وبيلعبها تيجي في لاعب من نادي الاسماعيلي وتطول وترجع ورا لابو طالب العيسوي، ونفس الضغط اهو لو اشوف كل لعيبه نادي الاسماعيلي في نص ملعب الزمالك، وتتلعب الكره ورا لمحمود حسن على الجنب لابو طالب العيسوي، بيحضره من ورا اهو، ويلعب الكره بالعرض تاني لاحمد العجوز واحمد رمزي، وماشي احمد، وماشي احمد، وبيلعبها تاني لطارق الصاوي. طارق الصاوي بيلعبها قصيره لفوزي جمال لاسماعيل توتو، واسماعيل توتو لكن داخل هشام ابراهيم واسماعيل يوسف، ثلاث اربع كور، ولسه كره مع اسماعيل يوسف، ياخد الكره، ماشي اسماعيل، ماشي اسماعيل، وبيلعبها على الجنب لحماد عبد اللطيف، لكن نادي الاسماعيلي ماسك الكره اكتر، وكله عايز يعدي من النص، عايز يعدي من النص، زي ما شفنا فيه تكتل دفاع، وماشي حماده، وماشي حماده بيلعبها على الجنب اللي خالد جلال لحماد عبد اللطيف تاني، وحماد عبد اللطيف بيغير الاتجاه لطارق يحيى الوينج الشمال، طارق، طارق وشحت الدسوق بيعمل وان تو جمال عبد الحميد، وماشي جمال وبيعملها رضا، ورضا بيعمل معاه وان تو، لكن تتقطع على طول وتطلع لاحمد رزق. احمد رزق بسن الجزمه لطارق سليمان، معاه الكوره لطارق سليمان، طارق الصاوي بيلعبها لعماد سليمان، وماشي عماد، وماشي عماد، وماشي عماد لاحمد العجوز، وداخل لجوه احمد اهو، وداخل لجوه، وهشام وهشام ابراهيم يقطع وتروح لعماد سليمان، طارق الصاوي، طارق الصاوي، وطارق الصاوي، ويلعبها على الجنب لاحمد العجوز، وبيعمل الاوفر عاليه وتعدي عند احمد قناوي، تعدي عند احمد قناوي اللي بيصلح لاسماعيل توتو، جامده، وعماد سليمان، وعماد سليمان جوه الجون، عماد سليمان جوه الجون، عماد سليمان هجمه خمس ست كور تترد، وعماد سليمان يجيب الجون الاول لنادي الاسماعيلي في الدقيقه 12. عماد سليمان، تصبح النتيجه 3-1 للزمالك. جاب جول نادي الاسماعيلي، حلوه عماد سليمان، ثلاث اربع كور اتصلحت ثلاث اربع مرات، وتتصدى في دفاع نادي الزمالك متكرره مره، وترجع الاخرانيه لعماد سليمان عشان يشوطها برجله الشمال على شمال ايمن طاهر. تقريبا 13 دقيقه من الشوط الثاني، واصبحت النتيجه 3-1 لنادي الزمالك. جاب جول نادي الزمالك طارق يحيى 2، ورضا عبد العال جول، وجول نادي الاسماعيلي عماد سليمان. ايمن طاهر وبشوط ايمن لملعب حميد، لعب على الجنب ورا، لكن شحت الدسوق بيقطع لعماد سليمان، والاسماعيلي ضاغط، وماشي عماد، وبيلعبها قصيره لاحمد العجوز، وماشي احمد، وماشي احمد، وماشي احمد، والتكتل الدفاعي في نادي الزمالك، وماشي تطول الكوره وتروح لاشرف قاسم اللي رجع لجون، هو ايمن طاهر بيدو على طول لرضا عبد العال، وماشي رضا. هل طريقه اللعبه هتختلف في الفريقين؟ هنشوف دلوقتي 3-1، وهنشوف النتيجه هتبقى ازاي، او طريقه اللعبه هتبقى ازاي. حماده عبد اللطيف بيلعب الكره على طول، رايه صفاره جمال عبد الحميد اوفسايد، حماده عبد اللطيف لعبها على طول بكعب رجله جمال عبد الحميد اللي كان واقف اوفسايد، اتلعبت الكره على طول لطارق الصاوي، وماشي طارق، وبيلعب كره طويله داخل من ورا هشام ياكن يقطع، ويلعبها على طول على الجنب لطارق يحيى، وماشي طارق، وبيغير اتجاهه طارق، وماشي بيلعب كره طويله عند جمال عبد الحميد، لكن قاطع محمود حسن، ويلعبها على طول لاحمد قناوي اللي بيلعب دلوقتي باك شمال، وفوزي جمال اهو اللي كان بيلعب باك شمال بيلعب هاف شمال، وتوصل الكره لطارق الصاوي، وطارق الصاوي بيسقط كره لعماد سليمان اللي بيصلحها ورا لفوزي جمال، وشوطها احمد رزق بره، وشوطها احمد رزق، لكن هجمه خطره قوي لنادي الاسماعيلي، ده للثلاث اربع نقلات، طارق الصاوي بيلعبها لعماد سليمان اللي يصلحها براسه لاحمد رزق، اللي احمد رزق يشوط الكوره تطلع فوق العرض، ضربه مرمى لنادي الزمالك، ضربه مرمى لنادي الزمالك، ايمن طاهر
الماتش خد حماس جامد، وفريق نادي الاسماعيلي ضاغط، وجمهور نادي الاسماعيلي بيشجع، وجمهور نادي الزمالك بيشجع. وهنشوف في الدقائق اللي قادمة ماذا هيتم في هذا اللقاء القوي المثير. طارق يحيى وبيلعبها طويلة، وجمال عبد الحميد اوف سايد. رايا وصفارة، رايا وصفارة، جمال عبد الحميد. و15 دقيقة الشوط الثاني، و3-1 الزمالك. وتتلعب الكرة على الجنب، عماد سليمان، وماشي عماد، وماشي عماد، مصدر الخطورة فريق نادي الاسماعيلي، بيلعب كرة طويلة يسيبها دفاع نادي الزمالك عشان توصل لأيمن طاهر. أيمن طاهر يشوط الكرة طويلة، طارق يحيى ويلعب الكرة على طول تاني اسماعيل توتو، راس الحربة وبيلعبها حلوة لأحمد العجوز، دخل جوه، دخل جوه، شوط شوطة بره بره، كان هو والجول، هو والجول. الكرة اللي فاتت دي لعبها اسماعيل توتو حلوة قوي 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 لأحمد العجوز من ورا أحمد رمزي، صلحها وانفرد بأيمن طاهر، وشوطها قنبلة بره، شوطها قنبلة بره، وضربة مرمى للزمالك. لكن لعبة حلوة حلوة حلوة، والاسماعيلي ضاغط، والاسماعيلي ضاغط مغلوب 3-1 لكن ضاغط. وايمن طاهر على طول بيلعب كرة طويلة يقطعها احمد قناوي اللي بيلعب باك شمال دلوقتي، وتتلعب الكرة لفوزي جمال لاحمد قناوي على جنب الاسماعيل توتو، ويلعب كرة عالية عند طارق الصاوي، لكن بيطلع على طول هشام ابراهيم اللي رجع ورا دلوقتي، بقى بيلعب سيرد باك ثالث، وتروح لابو طالب العسر على الجنب لشحته الدسوق الباك اليمين، رايح له جمال عبد الحميد، تلعب على الارض احمد العجوز واحمد رمزي، لسه الكوره مع احمد، تتخطف منه تروح لحماده عبد اللطيف، وماشي حماده، وماشي حماده، ولسه الكوره مع حماده عبد اللطيف، وماشي حماده، ولسه الكوره مع حماده، وداخل معاه احمد قناوي، وفاول على حماده عبد اللطيف للديه علي حسين. لعبت الكوره على طول لعماد سليمان اللي راجع لورا ويحضر لنفسه، ماشي عماد، وتلعبت الكرة وتطول لأحمد اللي بيلعبها لأحمد العجوز، وراح هو جون برضه، هو جون، هو جون، هو جون أحمد رزق، نفس الكرة اللي فاتت بالظبط، نفس الكرة اللي فاتت بالظبط اللي طلعت بره، المرة دي جابها جون أحمد رزق في الدقيقة 17. اتلعبت حلوة قوي قوي الكرة، اتلعبت حلوة لأحمد العجوز، ومن ورا أحمد رمزي لعب أحمد رزق اللي أحمد العجوز، ويجيب الجول الثاني لنادي الاسماعيلي. رايح هنشوفها ثاني اهي، اتلعبت الكوره لاحمد رزق، بيلعبها لاحمد العجوز من ورا، ورايح هو الجول، وسيطر سن الجزمه جوه الجول. رايح الكابتن علي حسين يسال عبد السلام الدكتوري هنشوف فيه ايه، يبعد لعيبة نادي الزمالك اللي واقفين كلهم دلوقتي عند عبد السلام الدكروري، ومش عارفين ايه بالظبط اللي حصل لغايه دلوقتي. بيكلم الكابتن علي حسين، بيكلم عبد السلام الدكروري، وهنشوف ايه بالظبط معاه لعيبة نادي الزمالك زي ما احنا شايفين اهو، جمال عبد الحميد ومديها جون، ومديها جون، واصبحت النتيجه دلوقتي 3-2 لصالح نادي الزمالك. لكن نادي الاسماعيلي ضاغط، والكره اللي فاتت اللي جابها احمد العجوز كان قبليها بالظبط بدقيقه تقريبا نفس الكوره، وانفرد برده بايمن طاهر ولعبها بره، المره دي اتلعبت الكوره برده من ورا خط دفاع نادي الزمالك، وينفرد بايمن طاهر ويجيب الجون الثاني لنادي الاسماعيلي. كابتن صلاح ابو جريشه وكابتن عصام بايج مدير الفريقين، و عصام طر نادي الزمالك، لعبت الكره لجمال عبد الحميد وتعدي من رضا ويرجع ورا الجون، وايمن طاهر الكره اللي فاتت احمد العجوز وجاب الجون زي ما قلت، وكانت لسه متكرره يا دوبك قبلها بدقيقه. لعبت الكره لاحمد قناوي الباك الشمال لنادي الاسماعيلي، ويلم الكره من قدام حماده عبد اللطيف.
وماشي وماشي احمد. لعيب كويس احمد قناوي رقم 5 بيلعب باك شمال دلوقتي. وكره طويله اشرف قاسم يا ولد يلم الكره حلوه، لكن الحكم مديها لمسه يد، مديها لمسه يد على الزمالك على اشرف قاسم. والماتش بقى مثير قوي. الكره اللي فاتت مديها علي حسين لمسه يد على اشرف قاسم. لعبها احمد قناوي طويله عن عماد سليمان ويخش اشرف قاسم اللي ما هو بيلمس الكره في ايده وحيطه من لعيبه نادي الزمالك وثلاثه اربعه من نادي الاسماعيلي. هنشوف مين اللي هيشوط، في اسماعيل توتو وفي عماد سليمان وفي طارق الصاوي وفي ابو طالب العسل. هنشوف مين فيهم هو اللي هيشوط. يبدو ان هو طارق الصاوي او هتتصلح وراه، وطارق الصاوي بيحطها في ايد ايمن طاهر، في ايد ايمن طاهر. و20 دقيقة تقريبا من الشوط الثاني واصبحت النتيجة 3-2 لصالح نادي الزمالك. وعفت نصار من نادي الزمالك بيسخن، بتلعب الكرة طويلة جمال عبد الحميد وتعلى تروح لرضا عبد العال اللي وقف على وش رجله، ومعاه فوزي جمال بسن الجزمة بيلعبها لاحمد رزق. تيجي فحخ خالد جلال تطلع الكرة بره، فوزي جمال ابو طالب العسوي، فوزي جمال الباك الشمال النادي الاسماعيلي بيلعبها لاحمد رزق اللي لعب في الشوط الثاني من ورا خالد جلال، لكن خالد جلال بيقطع. باك اليمين لنادي الزمالك بيلعبها على طول لحماد عبد اللطيف بسن الجزمة لرضا عبد العال، وتتلعب الكرة وهشام ياكن ويطلع هشام ياكن الكرة بره اوت. رمي التماس لنادي الاسماعيلي، هيلعبها احمد قناوي يصور له علي حسين على مكانها، وبيلعب هيلعب الاوت احمد قناوي. فوزي جمال اللي هو في الشمال دلوقتي وماشي فوزي، وعلي حسين بيقول يلعب تروح لرضا عبد العالي، بيلعب كره طويله عند جمال عبد الحميد اللي جاي من ورا، هو محمود حسن، جمال عبد الحميد ومحمود حسن، جمال عبد الحميد ومحمود حسن، وتطول الكوره وتطلع الكوره بره اوت على جمال عبد الحميد. رمي التماس للاسماعيلي، لعبت الكوره على طول لمحمد عاشور حارس مرمى الاسماعيلي. وماتش بقى مثير قوي زي ما قلت، اللي كان الاسماعيلي ماسك الكوره اكتر لكن ما كانش بخطوره في الشوط الثاني، خطورته وضحت قوي وجاب جونين وهجمات كانت متتاليه. واتلعبت الكوره راحت شحته الدسوقي، ونادي الزمالك بيحاول دلوقتي ان هو يهاجم عن طريق طارق يحيى وجمال عبد الحميد. اتلعبت الكوره على طول احمد رزق لعماد سليمان، ودخل اسماعيل يوسف من ورا بيقطع ولعبها طويله عند جمال عبد الحميد ناحيه الوجه اليمين، تطول الكوره وتطلع بره. رامي التماس لنادي الاسماعيلي، وفي تغيير لنادي الزمالك. هنشوف التغيير نادي الزمالك، هيخرج جمال عبد الحميد ويلعب عفه نصار. اول تغيير لنادي الزمالك، بقى في تغيير هنا وتغيير هنا. في الشوط الاولاني خرج سيد حداد من الاسماعيلي لاعب احمد رزق، وفي الدقيقه 22 خرج جمال عبد الحميد من الزمالك ونزل بداله عفه نصار. لعبت الكوره ابو طالب العسوي، محمود حسن حاطط قطنه في بقه اهو اللي بيلعب دلوقتي الليبرو لفريق نادي الاسماعيلي، ويلعبها قصيره توصل لشحته الدسوقي. لعب الكره على طول وتترد تروح لعفت نصار، وماشي عفت طبعا محمود حسن، عفت وماشي عفت وماشي عفت، وتطول منه طالع محمد عاشور والحكم بيقول يلعب، ويلعبها على طول لشحته الدسوقي. ماشي شحته الباك اليمين لنادي الاسماعيلي، ويلعبها بالعرض لمحمود حسن. طارق الصاوي، طارق الصاوي صانع الالعاب وبيلعبها على الجنب لعماد سليمان اللي راجع لورا عشان يهرب من الرخاوه بتاعت هشام ياكن، مع اسماعيل يوسف لكن بيلعبها على الجنب، بياخدها رضا عبد العال وماشي رضا، ومعاه حماده عبد اللطيف وبيلعبها لحماده عبد اللطيف، وماشي حماده وبيلعبها حلوه في الحته الفاضيه تاني رضا عبد العال، وماشي رضا وماشي رضا، وبيلعب كره بالعرض عند عفه نصار اللي بيلعبها لورا لطارق الصاوي اللي بيلمها، لكن حماده عبد اللطيف معاه، بتتاخد الكره وتروح لفوزي جمال وتتقطع الكره لاحمد قناوي، وماشي احمد قناوي الباك الشمال لنادي الاسماعيلي مع اسماعيل يوسف بيلعبها بالعرض تروح لهشام ابراهيم، وبقت هجمه مرتده للزمالك لحماده عبد اللطيف اللي بيلعبها على طول لعفه نصار، وصايره تاني لحماده، وماشي حماده بيلعبها لطارق يحيى اللي ما يجريش وياخدها شحته بالسيف. شحته بالعرض بيلعبها لاحمد قناوي الباك الشمال لنادي الاسماعيلي، عماد سليمان وماشي عماد، ماشي عماد، وماتش بقى حماسي جدا، وماشي الكرة مع طارق الصاوي ومعاه عفة نصار اللي لسه نازل مطرح جمال عبد الحميد ويقطعها خالد جلال.
وياخد الكره على طول يلعبها لرضا عبد العال، بياخد مكان ناحيه الوينج اليمين على طول لحماده عبد اللطيف، عم بيعمل معاه مانتول عفت نصار، تتقطع وتروح لطارق الصاوي، وماشي طارق لعبها على طول على امير سليمان، عمال سليمان بيلعبها لهشام ياكل، لهشام ابراهيم لعفت نصار، وماشي عفت بيلعبها من ورا شحته الدسوق طارق يحيى، وطارق يحيى ويلم الكره قدام شحته الدسوق، لكن شحته بيقطع من طارق، ياخد الكره يلعبها على طول لاحمد العجوز اللي جاب الجون الثاني لنادي الاسماعيلي، وماشي احمد، وماشي احمد وبيلعبها بالعرض لطارق الصاوي، وماشي طارق وبيلعب كره طويله احمد رزق، وطلع على طول ايمن طاهر، حلوه كره ملعوبه خطره قوي، لكن ايمن طاهر طالع في توقيت مناسب وياخد الكره من قدام احمد رزق ورقم 12. شيحه الدسوقي بيقلش وتروح لعفه نصار، لكن بيرجع ابو طالب العسوي. ابو طالب العسوي مستوفر لنادي الاسماعيلي وبيلعب كره طويله، ما فيش الا اشرف قاسم، ورضا عبد العال، وماشي رضا، وماشي رضا ويلعب على طول لعفة نصار ورا لخالد جلال، وحوالي 25 دقيقه من الشوط الثاني، وما زالت النتيجه تقدم الزمالك بثلاث اهداف لهدفين لنادي الاسماعيلي. احمد رمزي، طارق يحيى، وماشي طارق، وماشي طارق، وماشي طارق، طارق يحيى واحمد رمزي ورايا وصفاره، رايا وصفاره طلع لقدام خط دفاع نادي الاسماعيلي ويكشف الاوفسايد. طارق الصاوي، وماشي طارق ويلعبها على الارض لعماد سليمان اللي راجع لورا وبيلعبها حلوه لاسماعيل توتو، راح ناحيه الوينج الشمال اهو على وش رجله مع خالد جلال، وداخل لجوه، وداخل لجوه، لكن اسماعيل يوسف بيقطع، وماشي اسماعيل بيلعبها على طول في الحته الفاضيه لحماده عبد اللطيف، وماشي حماده بيلعبها عايز يلعبها لعفه نصار ما كانش اوف سايد، تتقطع الكره وتروح لطارق الصاوي اللي بيسقط كره حلوه لاحمد رزق، وماشي احمد، وماشي احمد، وماشي احمد، والكره احمد علي حسين بيقول يلعب، وتتلعب قصيره على طول لهشام ابراهيم، وماشي هشام وتتقطع من هشام ابراهيم لطارق الصاوي تاني لعماد سليمان، عماد سليمان وخالد جلال. ماتش سريع وحماسي، وتلعب الكره على صدره واحمد قناوي، شوطه جامده لكن فوق، شوطه جامده لكن فوق. تقام بطوله العالم للكاراتيه التاسعه في الفتره من 13 الى 16 اكتوبر بصاله اكاديميه شوطه بالعباسيه، بيشارك فيها حوالي 50 دوله، كما تقام بالاسكندريه في نفس الوقت من 12 الى 15 البطوله العربيه للقفاز للناشئين، وبيشارك فيها 8 دول عربيه، وستقوم البرامج الرياضيه بعمل رسائل يوميه عن البطولتين بالقناه الاولى. لعبت الكره طويله عند فوزي جمال اسماعيل توتو ورضا عبد العال، وبيلعب رضا عبد العال الكره على طول لحماد عبد اللطيف اللي بيلعب كره رايا وصفاره، رايا وصفاره، طارق يحيى، طارق يحيى بيلعب دلوقتي فريق نادي الاسماعيلي على الاوفسايد جيم، ولاعيبه نادي الزمالك بتقع في الاوفسايد كتير، واتلعبت الكره على طول لطارق الصاوي، وماشي طارق بيلعب الكره على الجنب لاحمد رزق، لكن من هشام يكن، وهجمه مرتده للزمالك، طارق يحيى، طارق يحيى لهشام ابراهيم، وماشي هشام، ماشي هشام وبيدور على حد يلعبها له وبيرجعها ورا لرضا عبد العال، وماشي رضا، وماشي رضا، وماشي رضا، وبيلعبها ناحيه الجنب لطارق يحيى، طارق يحيى ورايح له فوزي جمال، وبيعمل الكره بالعرض عاليه عند عفه نصار، بتعدي ما فيش حد لاحمد قناوي الباك الشمال لنادي الاسماعيلي، على الارض بيلعبها على طول لطارق الصاوي مع اسماعيل يوسف، بياخدها اسماعيل وتطول منه، وراجع احمد العجوز عامل مجهود كبير قوي، لكن اسماعيل بسن الجزمه وتطلع الكوره بره اوت على نادي الزمالك. رامي التماس لنادي الاسماعيلي، شيحه الدسوقي من اربعه الباك اليمين هيلعب الاوت، وخمس اهداف لغايه دلوقتي، ثلاثه للزمالك واثنين للاسماعيلي، ومباراه مثيره، وابو طالب العيسوي، وقصيره تروح لهشام ابراهيم اللي بيلعبها ثاني لاسماعيل يوسف، واسماعيل يوسف على الارض لعفه نصار اللي لعب مطرح جمال عبد الحميد، وبيلعبها قصيره ثاني لهشام ابراهيم لعفه نصار اللي بيلم، وفاول على فوزي جمال شادد عفه نصار، فاول لنادي الزمالك، وداخلين على الدقيقه 30 تقريبا من الشوط الثاني، واصبحت النتيجه تقدم الزمالك 3-2 للاسماعيلي،
واتلعبت الكوره عند طارق يحيى وبيلعبها لورا عند احمد رمزي، وماشي احمد وبيلعب كوره بالعرض عند عفه نصار اللي بيصلحها رضا عبد العال، وماشي رضا يا ولد يا ولد يا ولد، خدها حلو قوي فولي لنفسه وبرجله الشمال شايطها لكن فوق، لكن فكرتها جميله ومهاره عاليه قوي، هي بس في الشوطه الاخرانيه حط وش رجله لفوق شويه عشان كده طلعت الكوره بره، لكن فكرتها حلوه ولعبها عفه نصار مقشرها كان لرضا عبد العال. احمد قناوي، طارق الصاوي، محمود حسن، ودخل عليه هشام ابراهيم لكن محمود بيعدي وتتقطع الكوره وترجع تاني لفوزي جمال، والاسماعيلي هدي شويه زي ما نقول يقدر، والزمالك دلوقتي هجماته برده زادت اكتر شويه لكن بعيده عن المرمى. حماد عبد اللطيف بيسيب الكوره بتاعه محمد عاشور عشان نادي الزمالك ياخد اوت، رامي التماس لنادي الزمالك خالد جلال، حماد عبد اللطيف واحمد قناوي، وبيمشي حماده وبيمشي حماده ولسه الكوره بيحطها تحت رجله وبيلعبها لخالد جلال، بيلعبها قصيره ياخدها اسماعيل توتو على الارض على طول لاحمد رزق وهشام يكن، وفاول على هشام يكن، فاول لنادي الاسماعيلي، اتلعبت الكوره على طول لاحمد قناوي الباك الشمال، ماشي احمد، ماشي احمد قناوي ومعاه حماد عبد اللطيف، عماد سليمان اللي بيرجع ورا عشان يلم ويحضر ويلعب كوره على الارض في الحته الفاضيه اسماعيل توتو، وبيلعب الكوره بالعرض وحلوه لكن احمد رمزي يا ولد بيقطع كرة كان داخل فيها ايه شحته الدسوقي وكان هيجي جون 100%، والضربه ركنيه اتلعبت على طول لطارق الصاوي اللي بيلم نفسه مع طارق يحيى، لعبت الكره بالعرض ولعبها ويطلع على طول دفاع نادي الزمالك هشام يكن، ودربكه قدام مرمى الزمالك، وماشي احمد قناوي لكن اسماعيل يوسف بيخطف، خطف منه كره تاني وتروح لرضا عبد العال اللي يلم الكره على وش رجله حلوه ويغير اتجاهه تاني، ولعب الكره على الارض لعفه نصار، وبيلعب الكرة لهشام ابراهيم، وماشي بقى سريع قوي، الكرة اللي فاتت برضه فرصة كانت كبيرة للاسماعيلي، وبيلعب الكرة لمحمود حسن اللي لمها قبل عفت نصار، وماشي محمود ومعاه عفت نصار، وبيلعب كرة طويلة لاسماعيل توتو اللي عامل مجهود كبير برضه لما راح ناحية الوينج الشمال، وتروح لاسماعيل يوسف لعفت نصار، وعفت بيلعبها لحمادة عبد اللطيف بيوقف شايف الملعب كله فعشان كده مش اوف سايد، وماشي حمادة وماشي حمادة ولسه كرة بحمادة، وبيلعب الكرة على الأرض لهشام ابراهيم، وماشي هشام وماشي هشام وداخل لجوه وشوطه برجله الشمال يا جنب العرضه جنب العرضه، مفاجاه مفاجاه، هشام ابراهيم بيلعب في نص الملعب واصله سيرد باك، ما كانش حد متوقع انه يشوطها فشوطها برجله الشمال، مفاجاه يا دوبك ياردتين على شمال محمد عاشور لكن حلوه، وخدها وراح بيها على الجون وشوطها برجله الشمال، كانت مفاجاه قوي لينا كلنا ولعاشور، اتلعبت الكوره لاحمد رزق، واحمد رزق بيلعب الكوره على طول لهشام يكن اللي احمد رمزي اللي بيرجع لجونه ايمن طاهر، ايمن طاهر حارس مرمى الزمالك، وطويله ما فيش الا طارق يحيى وعفت نصار، تروح لشحته الدسوقي ويسيبها لمحمود حسن اللي بيحل على كوره لكن بيلم قبل ما تطلع اوت ويرجع لجونه عاشور، ابو طالب العسوي الاستوبر للنادي الاسماعيلي، واللعب بقى هجمه هنا وهجمه هنا، واتلعبت على الجنب لعماد سليمان، وماشي عماد وماشي عماد وماشي عماد وماشي ناحيه اليمين زي ما احنا شايفينه، بيلعبها بالعرض لاحمد رزق، ترجع تاني لعماد سليمان لطارق الصاوي، وطارق الصاوي بيلعب كره طويله وطالع ايمن طاهر وعماد سليمان، هو الجون هو الجون هو الجون، وجه اسماعيل يوسف من ورا هو احمد رمزي، مش ممكن الكره اللي فاتت مش ممكن، طلع ايمن طاهر واتخطفت منه وقعد عماد سليمان، هو هو الجون هو جون عماد سليمان، لكن بيجي من ورا بينقذ الموقف احمد رمزي وهشام يكن، وتطول الكره تاني من الزمالك، وهشام يكن طالع قدام وتروح لاسماعيل لشحته السوي، ماتش عجيب قوي 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 ومثير جدا، هجمه هنا وهجمه هنا وايه، وكور خطيره جدا قدام المرمى هنا، كور خطيره قوي قوي قدام المرمى خصوصا الكره اللي فاتت بتاعت عماد سليمان، وماشي احمد العجوز ومعاه هشام يكن، وماشي وبيلعب الكره بالعرض وداخل بايده، داخل بايده وحاطط ايده في الكوره احمد رزق، حاطط ايده في الكوره احمد رزق، وفي تغيير الثاني لنادي الاسماعيلي، فكري الصغير هنشوفه يلعب مطرح مين، فكري التغيير الثاني، وفي واقع في الكره اللي فاتت ايمن طاهر، ايمن طاهر واقع في الكرة لسه بيتعالج، وهنشوف مين هيحصل التغيير، شايف انا فكر الصغير هيلعب
ويبدو انه هيخرج فوزي جمال. يبقى كده هيبقى نادي الاسماعيلي عمل التغييرين بتوعه، ونادي الزمالك ما عملش الا تغيير واحد، خرج جمال عبد الحميد ولعب مكانه عفة نصر. ادي كابتن عصام وكابتن محمد توفيق، كابتن سمير السيد واحتياطي فريق نادي الزمالك، وقام ايمن طاهر اهو الحمد لله. وهنشوف التغيير الثاني اهو، خرج فعلا فوزي جمال اللي كان بيلعب هاف شمال ويلعب مكانه فكري اصغر. حوالي 35 دقيقه من الشوط الثاني، وما زالت النتيجه 3 الزمالك 2 الاسماعيلي. وضربه مرمى او لمسه يد زي ما بنقول يعني، هيلعبها ضربه حره مباشره نادي الزمالك ايمن طه، ان كان احمد رزق لعبها بايده وكره معديه بالعرض. ايمن طاهر، حماده عبد اللطيف واحمد قناوي، وتطلع الكوره وتروح لاسماعيل يوسف. ماشي اسماعيل يوسف وماشي اسماعيل، ومكمل من ورا اسماعيل، وتتخطف منه الكوره وتروح لشحته الدسوقي، او طلب العسل هو اللي يحط رجله في السكه ويقطعها، وتروح طويله عند احمد العجوز واحمد رمزي. الاثنين عاملين مجهود كبير قوي، اثنين لعيبه كبار، وعامل والله احمد العجوز مجهود كبير قوي قوي، ومعاه احمد رمزي برده من الزمالك، برده نقدر نقول عليه من نجوم المباراه. اتلعبت الكوره بالعرض لعماد سليمان، تقف على فاصله رجله وتروح لرضا عبد العال، وماشي رضا بيحضن على الكوره وياخد فاول، وياخد فاول نادي الزمالك. محمد عبد اللطيف بيلعب الكوره على طول لهشام ابراهيم، وماشي هشام بالعرض تاني لرضا عبد العال، ورضا بيلعبها لحماد عبد اللطيف ما يلحقهاش، وتطول وتطلع الكوره بره قوي. رامي التماس لنادي الزمالك، وشايف انا مدحت مكي من نادي الزمالك بيسخن. واتلعبت الكوره احمد قناوي، لعبها على طول لفكري الصغير لسه نازل هو فكري، ويلعبها على الجنب لطارق الصاوي، وطارق بيعلق واحده بالعرض تاني لاحمد العجوز اللي بيصلحها لعماد سليمان، وشوطه الشق وتطلع الكوره بره قوي، ما مالتش في وش رجله، وتبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. شايف انا مدحت مكي من نادي الزمالك بيسخن، وضربه مرمى لنادي الزمالك. ايمن طاهر، الضغط دلوقتي بقى من على الفرقتين، هجمه هنا وهجمه هنا، لكن ما زالت برضه هجمات الاسماعيلي اخطر، وضاع منهم الكره شفناها بتاعت عماد سليمان، واتلعبت الكره على طول لعفت نصار، هو ابو طالب العيسى بيرجع على طول لجون محمد عاشور. بيلعب الكره على الجنب لاحمد قناوي، واحمد قناوي بيلعب كره طويله لاحمد رزق، خالد جلال ويلم الكره خالد ويرجعها ورا لهشام يكن، وهشام بيرجع لجون وايمن طاهر. خط الظهر نادي الزمالك عامل مجهود كبير قوي، خالد جلال وهشام يكن واشرف قاسم واحمد رمزي عاملين مجهود كبير قوي، بيسقط معاهم ورا شويه برده ساعات هشام ابراهيم، تترد الكره لاشرف قاسم وتترد تاني وترجع ورا لاحمد رزق، ومعاه اشرف قاسم بيلم اشرف ولسه كره مع اشرف قاسم، وطالع اهو في نص الملعب ويلعب الكره على الجنب لطارق يحيى، تتخطف منهم وتروح على طول لاحمد رزق اللي بيلعب كره على الجنب احمد العجوز واحمد رمزي. احمد رمزي وبيحل على الكره احمد، ولسه الكره مع احمد، ولسه الكره مع احمد، وماشي احمد وبيلعب الكره على طول لاسماعيل يوسف اللي بيلعبها على الجنب لحماده عبد اللطيف لاسماعيل يوسف تاني لطارق يحيى، وعلى الجنب لحماده عبد اللطيف وداخل معاه ابو طالب العيسى وطارق الصاوي، واسماعيل يوسف بيلعب بالهيد لطارق يحيى اللي بيلعبها طويله عفه نصار ومحمود حسن، ويسيبوها لمحمد عاشور حارس مرمى الاسماعيلي. عاشور كوره طويله عاشور، هشام ياكن وعماد سليمان، وعلى طول بيلعبها تروح لهشام ابراهيم لرضا عبد العال، بيلم الكوره هو احمد قناوي، وفاول على احمد قناوي. التغيير الثاني لنادي الزمالك، هنشوف هيلعب مين، خارج مين؟ هشام ابراهيم، وهيلعب عفه نصر، وهيلعب مكانه مدحت مكي. يبقى كده نادي الزمالك عمل التغييرين، خرج هشام ابراهيم اللي كان بيلعب في نص الملعب ناحيه الشمال، ولعب مكانه مدحت مكي. واقع على الارض دلوقتي كرامبا هو احمد قناوي، عامل مجهود كبير قوي، والفرقتين النهارده فعلا امتعونا حتى الان بمباراه يمكن الناحيه الفنيه فيها مش عاليه قوي، لكن الحماسيه والمهاره بتاعتهم وخمس اهداف لغايه دلوقتي ما فيش شك ان مخليين المباراه مثيره، والجماهير كلها في ترقب عايزه تعرف هتنتهي المباراه على ايه. طبعا هينهي المباراه مجهود الفرقتين واللاعبين في الملعب.
اشرف قاسم هو بيساعد احمد قناوي، ومحمد قناوي الحمد لله، وهيبتدي الفاول هيلعبه نادي الزمالك اشرف قاسم. على الارض على طول لرضا، ومعاه احمد قناوي، فاول على احمد قناوي، فاول على نادي الاسماعيلي، هيلعبه برضو اشرف قاسم اللي طالع لقدام دلوقتي وبيلعب الكره على طول لاسماعيل يوسف بالعرض لحماده عبد اللطيف. ماشي حماده، واول كره بيلعبها لمدحت بكر اللي لسه نازل دلوقتي مطرح هشام ابراهيم، وماشي مدحت ولعبها لطارق يحيى، ودايس على الكره طارق وداخل وبيعمل كره بالعرض، ومحمود حسن بيطلع على طول لشحته الدسوقي اللي بيطلع واحده فوق قوي عاليه، احمد عبد اللطيف ولم حماده ولسه كره مع حماده، وعايز يرجع لجونه لكن يغير اتجاهه تاني ويلعبها على طول لمدحت مكي. طارق يحيى هو شحته الدسوقي، طارق وشحته، وبيلعب كره بالعرض اللي عرفت نصار تعدي، مفيش حد الا احمد قناوي الباك الشمال الاسماعيلي لم، ويبتدي الهجمه هو احمد قناوي لكن معاه عرفت نصار، وزائق مديها على حسين فاول على نادي الزمالك. 40 دقيقه تقريبا و3-2 للزمالك، واتلعبت الكره على طول لشحته الدسوقي اللي بيلعب كره عاليه عند احمد رزق على صدره، ومعاه شماك داخل مع احمد رمزي، تتقطع الكره وبسن الجزمه توصل لطارق الصاوي، وماشي طارق وبيلعب كره لعماد سليمان، وعماد سليمان بيصلح وبيلعبها بالعرض لكن احمد رمزي يلعب، وتطلع الكره وتطول تروح لاسماعيل توتو، واللاين مان هنشوف يرفع الكره بيديها على نادي الزمالك. اتلعبت الكره على طول لعماد سليمان، وعماد سليمان بيسقطها، واشرف قاسم طالع على طول بيطلع بره اوت. في لاعب واقع من نادي الزمالك، اعتقد ان هو خالد جلال، خالد جلال من نادي الزمالك، فعلا خالد جلال هو اللي واقع، و زي ما قلت حوالي 41 دقيقة من الشوط الثاني و3-2 للزمالك، وماتش مثير قوي يعني، يمكن الناحية الفنية مش مرتفعة قوي، لكن مفيش شك ان في مجهود وفي حماس وفي جدية وفي خمس أهداف وفي هجمة هنا وهجمة هنا وطريقة لعب هنا وطريقة لعب هنا. نادي الزمالك يمكن بيلعب بطريقة دفاعية وبيعتمد على هجمات مرتدة وأحرز منها ثلاث أهداف، ويمكن برضه بيلعب بطريقه كابتن عصام بيلعب بطريقه دفاعيه علشان بيلعب بره ملعبه مع فريق كبير فبيلعب بحذر، ونادي الاسماعيلي بيلعب على طول جيم مفتوح زي ما بنقول وعايز يجيب اجوان، وفعلا نجح في الشوط الثاني ان هو يجيب جولين بعد ما كان مغلوب ثلاثه. قام خالد جلال، والاوت هيلعبه احمد قناوي الباك الشمال لنادي الاسماعيلي، وهيلعب الاوت، واتلعب الطويله اشرف قاسم بيطلع الكره تاني بره اوت. احمد قناوي بيلعبها قصيره المره دي لفكر الصغير، فكر بيلعب كره بالعرض عاليه احمد رمزي واحمد العجوز، وتروح لشحته الدسوقي اللي بيلم وداخل، وشوطه جامده تيجي في دفاع نادي الزمالك وتطلع الكره بره كورنر. مديها الحكم واللاين مان عبد السلام الدكروري ضربه ركنيه للنادي الاسماعيلي، ورايح لها طارق الصاوي. طارق الصاوي هيلعب الضربه الركنيه. طارق وبيسقط الكره جوه ال 18 وتشاط الكره وترجع لورا، لكن راح لها فكر الصغير ومعاه اسماعيل يوسف، مع اسماعيل يوسف اللي بيحل على الكره وماشي وبيديله الكره، لسه الكره مع مدحت مكي وفكر الصغير، وبيلعب كره بالعرض وتوصل تاني لاسماعيل توتو اللي بيلم الكره وداخل مدحت مكي، فكر الصغير ومدحت مكي ومدحت مكي وفكر الصغير، وداخل جامد مدحت مكي بسن الجزمه، يوقف على سن الجزمه رضا عبد العال ويلعبها في الحته الفاضيه عرفت نصار، وماشي عرفت هو محمود حسن بيلعبها من وراه وبيلف ياخد لكن مغطي عاشور، ويطلع ياخد الكوره من قدامه هو وابو طالب العسر، بيلعب الكوره على طول بايده لطارق الصاوي، وماشي طارق بيلعبها على الارض اللي احمد رزق رقم 12 اللي لعب في الشوط الثاني الاسماعيل توتو، بيعمل معاه منطوله حلوه لقدام لكن دخل اشرف قاسم ورايه وصفاره عرفت نصار اوف سايد. ابتدى نادي الزمالك راجع لورا اغلب لعيبته وبيحافظ على الجون اللي هو متقدم بيه، وماشي بالكوره وتروح تاني الفكر الصغير وبيلعب الكوره بالعرض وتروح لاسماعيل توتو اللي عايز يشوط لكن تكتل من دفاع نادي الزمالك، وتروح لعفه نصار اللي لعبها قصيره ياخدها شحته الدسوقي وترد تاني لاحمد العجوز، وماشي احمد ومع احمد رمزي، راح لاحمد رمزي ومعاه طارق يحيى، هما الاثنين ويزقوا الكوره وتطلع الكوره بره قوي. رمي التماس لنادي الاسماعيلي، وهيلعب الاوت شحته الدسوقي ويلعبها طارق الصاوي، ويلعبها تاني لشحته اللي بيلعبها على الارض
وبيطلع على طول اشرف قاسم، لكن ترجع تاني لابو طالب العسل وكل فريق النادي الاسماعيلي بيلعب في نص ملعب الزمالك، وطارق الصاوي بيلعب كوره عاليه هشام ياكن طالع لها وبتتلعب باليد، ومدحت مكي بيلم من قدام احمد قناوي وبيلعبها حلوه لرضا عبد العالي وقف على وش رجله وبيعدي من اسماعيل توتو وبيغير اتجاه اللعب من ناحيه الشمال لحماده عبد اللطيف اللي راح ناحيه الوينج الشمال زي ما احنا واقفين، وقفه حلوه برجله الشمال حماده وماشي حماده وداخل بكره جوه حماده عبد اللطيف بيلعبها على الجنب لرضا، لكن بيقطع على طول احمد قناوي محمد عاشور وبيلعب الكره على طول لفكر الصغير وماشي فكري وماشي فكري وهشام ياكب بيسن يجهز ما يزحلق حلوه وتروح لطارق يحيى وماشي طارق وبيلم وبيشوط شوطه برجله اليمين من بعيد من بره يمسكها محمد عاشور ويلعبها على طول لابو طالب العتوي وماشي ابو طالب وماشي ابو طالب وماشي ابو طالب وبيلعب الكره على العرض احمد العجوز لكن جاي مغطي من ورا هشام ياكب وعلى ساعه تانية انتهى الوقت الاصلي من الشوط الثاني، ولكن طبعا المقاط الوحيد حكم المباراه واتلعب الكره لرضا رضا عبد العال وماشي رضا بيلعبها ثاني لحماده عبد اللطيف وماشي حماده بيلعبها لطارق يحيى وماشي طارق وماشي طارق وماشي طارق وعلى ميله قوي طارق وبيلم طارق وبيلم ودخل جوه ال 18 ورجعها ورا لحماده عبد اللطيف لكن تبعد عنه وياخدها فريق نادي الاسماعيلي طارق الصاوي وياخدها رضا عبد العال وهجمه هنا وهجمه هنا وكره طايشه هنا وكره طايشه هنا يعني اللعب مش مظبوط وماشي رضا عبد العال عامل مجهود كبير قوي في طارق يحيى واقع في الكره اللي فاتت ورجعها ورا لحماده عبد اللطيف محمد بيوقف على ماله لاسماعيل يوسف وما زلنا بنلعب في الوقت بدل الضايع وتتخطف الكره من اسماعيل يوسف وفاول على اسماعيل يوسف اتلعبت الكره على طول لمحمود حسن محمود حسن بيلعب على الجنب لاحمد قناوي الباك الشمال لنادي الاسماعيلي وبيلعب الكره طويله بالعرض عند احمد رمزي واحمد العجوز لكن بتروح لاسماعيل يوسف اللي بيلم اسماعيل وتروح تاني لاحمد العجوز ماشي احمد وداخل لجوه وداخل لجوه احمد وشوطه جامده في ايد ايمن طاهر ايمن طاهر وما زلنا بنلعب في الوقت بدل الضايع واتلعبت الكوره على طول لحماده عبد اللطيف وماشي حماده وماشي حماده ولسه كره مع حماده بيحاول ان هو يلم الكوره وبيلعب ببساطه قصيره وجاي من ورا رضا عبد العال اهو لفكره صغيره كانت تروح لحماده عبد اللطيف تاني حماده بيلعب كوره في الحته الفاضيه ويصفر الحكم الدولي علي حسين يعني هذا اللقاء في الاسبوع الرابع بين النادي الاسماعيلي ونادي الزمالك اللي انتهت نتيجته بفوز نادي الزمالك بثلاثه اهداف واللي هدفين للاسماعيلي احرز اهداف نادي الزمالك طارق يحيى في الدقيقه 13 و28 من الشوط الاول ورضا عبد العال في الدقيقه الثالثه من الشوط الثاني اما هدفي نادي الاسماعيلي فاحرزهما عماد سليمان في الدقيقه 12 من الشوط الثاني واحمد العجوز في الدقيقه 17 من الشوط الثاني مبروك للزمالك وهارد لك لنادي الاسماعيلي سيداتي انيسات شكرا والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماشي كمان طلع شو